ابتدي ان شاء الله. انا هقدم نفسي سريعا. انا اسمي محمد علي السيد غازي شحاته، وولدت في مصر في قريه اسمها الصلاحات، تقدروا تقولوا بالمنصوره يعني لو عارفين. ومهم التحقت بعد كده في النهايه بكليه الهندسه والتكنولوجيا جامعه حلوان قسم الكهرباء، وبعدين سافرت الى امريكا في منحه لدراسه الماجستير في مجال الهندسه الكهربائيه، وبعدين كملت الدكتوراه، وبعد كده رجعت مصر ورحت بعد كده السعوديه في الرياض اعتقد في التسعينات، وبعدين رجعت مصر تاني وفي الجامعه، واشتغلت في جامعات مختلفه زي الام اس اي يونيفرستي، ورجعت تاني السعودية في جامعة عفت ودرست فيها في القسم الهندسة الكهربائية، وأشرفت على برنامج الطاقة المتجددة اللي هو يعتبر أول برنامج للماستر في المملكة بالنسبة للإنرجي بصفة عامة. وفي حاجات كتيرة يعني، بس مش عايز أعطل. هو يعني وبعدين في النهاية رجعت تاني هنا أمريكا، لأن ولادي، هي أصلا زوجتي أمريكية وولادي هناك هنا في الجامعة، وفي خلاص يعني بدأ حياته الزواج وخلص التعليم وقاعد، فرجعت تاني عشان نبقى مع بعض كأسرة يعني. فده باختصار يعني مقدمة سريعة علي. فأنا مش عايز أعطلك وابتدي، لأن الموضوع اليوم مهم جدا، ولو في أي سؤال في نص اللقاء ممكن إن إحنا نجاوب عليه، مش هنتظر للآخر لو في حاجة يعني مهمة يعني. فما خلوها يعني اللقاء مفتوح وبإريحية يعني. والموضوع اليوم موضوع مهم جدا، مهم جدا جدا جدا، لو بنتكلم على بناء أجيال جاية تقدر تفيد أمتنا بصفة عامة وتفيد البشر بوجه العموم، مهمة جدا جدا. وحاسس إن إحنا مقصرين شوية في الموضوع ده. فخلوني إن أنا ما عندي هنا باوربوينت، هنبقى نشير مع بعض وهنبقى نتناقش أثناء الباوربوينت. فهي النقطة، كيف نجعل أبنائنا علماء؟ وأبنائنا بنتكلم على جميع المراحل، الأولاد والبنات من أول ما بيتولدوا إلى أن يدخلوا الجامعات ويستمروا، حتى إحنا مع نفسنا إزاي إن إحنا نسلك السلوك العلمي أو المنهج العلمي السليم. الغريبة إن الإنسان بيتولد عالم، يعني الإنسان بيتولد أساساً عالم. لأنه ليه؟ طيب ببساطة شديدة، لأن الـ 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 الطفل هو مولود عنده كرياستي أو عنده حب تطلع واستطلاع وأكثر انتباها وتفكير في الأشياء ومحاولة أنه عاوز يكتشف الأشياء اللي حواليه، فهو مولود عنده الشعور ده. والمشكلة اللي أحيانا إحنا كمعلمين وكأولياء أمور وأباء وأمهات بالشيء ده بنهمله بدون قصد، وأحياناً بنقتله بدون قصد. يعني دائماً أنا أتذكر لما كنت صغير وأشوف حاجات معينة وعايز أسأل عنها، فأحياناً مثلاً تلاقي الوالد أو الوالدة زهقوا مني، يقول لي خلاص بقى يعني أنت هتجيبني صداع. وده أكبر غلط، لأن لابد يكون هذا الشعور موجود عند الطفل وينمو ويزداد. حتى لو كان سؤال الابن أو الابنة، لو كان السؤال على شيء منطقي أو شيء معروف أو شيء متداول، مفروض ما نزهقش. وبالمناسبة أنا هذكر حاجة هنا سريعة بالنسبة للأسئلة اللي ممكن إن إحنا بنتضايق منها من أولادنا، اللي هي الأسئلة اللي شايفينها حاجة طبيعية. العلماء أغلبهم عندما اكتشفوا اكتشافاتهم سألوا أنفسهم أسئلة لأشياء مألوفة لدى البشر. كمثال، العالم اللي اكتشف الجاذبية الأرضية وعمل قوانين الجاذبية نيوتن، هو عمل إيه؟ ما هو سأل سؤال شيء الناس كله بتشوفه كل يوم. الراجل قاعد تحت شجرة تفاح وتفاحة وقعت، طب ما هو التفاح كل يوم بيقع، يعني إيه المشكلة في كده؟ لكن هو سأل نفسه سؤال، ليه التفاحة بتقع لتحت ما تطلعش لفوق؟ ليه؟
ففي عملية السؤال نفسها وحب الاستكشاف والفضولية اللي موجودة عند الإنسان عند ميلاده دي مهمة جدا. فهو الإنسان بيتولد بالفطرة السليمة إن هو عايز يكتشف وعايز يعرف، دي كلها حاجات ربنا حطها فيه، فدي ما فيش فيها أي يعني ما فيش فيها أي جدال. طيب الوقت لما نيجي نبص على اللي احنا ازاي نطور عند الاطفال التفكير النقدي زي ما بيقولوا، او الكريتيكال ثينكينج التفكير النقدي، لابد ان احنا نعرف شيء مهم جدا، ان بالنسبه لتركيبه المخ البني ادم تركيبه معقده وكبيره، احنا مش احناش احنا في 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 درس البيولوجي، لكن اللي يهمنا هنا الجزء القداماني الاحمر اللي موجود ده اللي مكتوب عليه هنا بالانجليزي فرونتال لوب، او بنسميه باللغه العربيه الفص الجبهي، الجزء اللي في المقدمه. هذا الجزء مهم جدا جدا جدا. ليه؟ طيب لان الجزء ده مسؤول عن حل المشكلات، مسؤول عن التفكير، التخطيط، التنظيم، وعنده الذاكرة قصيرة المدى، مش الذاكرة، الذاكرة قصيرة المدى اللي هي تقدر عليها الذاكرة اللي تقدر تخليه يعمل بعض العمليات البسيطة. مسؤول عن الحركة، هذا الفص الأمامي، والتخطيط الحركي، وخصائص الشخصية كمان مهمة جدا، خصائص الشخصية موجودة في الجزء اللي هو الفص الجبهي الأمامي في المخ. ويعتبر مركز التحكم في المشاعر ومواطن الشخصية، وعلشان تعرف ان اذا كان تعرف اطفالك منظمين في المدرسه او عواطفهم تحت السيطره او لا، فهو ده الفص اللي موجود في المخ المسؤول عنه. هو في حاجه مش عارف انا هي مظبوطه ولا لا، لان الفص الجبهي اللي موجود في المقدمه، في بعض الناس بيقولوا ان دي هي اللي بتسمى في القران بالناصيه، لأن الناصية هي جزء المد... أنا مانيش فقيه، بس أنا سمعت بعض التفاسير إن بيقولوا إن الفص الجبهي ده هي الناصية المذكورة في القرآن، لأن هي في مقدمة الوجه ومسؤولة عن شخصية الإنسان. يبقى إحنا عندنا حاجة مهمة جدا، إن الجزء هذا الفص الجبهي ده مهم جدا، لأنه هو اللي بيقدر يعمل حل المشكلة والتفكير والتخطيط. فأنا لازم ده اللي أطوره عند أولادنا وبناتنا وعند الناس كلها اللي احنا مسؤولين عنه. طيب ازاي نعمل الموضوع ده؟ اولا لازم نعرف ان الجزء ده من الدماغ ده بيبدا تقريبا في النضوج من سن 5 إلى 7 سنوات، وبيستخدم على طاقه واسعه ما بين 7 إلى 12 عام. طيب ايه المفروض اللي انا اعمله علشان اقدر ان انا اجعل ابنائنا نطور مهاراتهم في التفكير النقدي؟ لان واضح ان التفكير النقدي هيكون في هذا الجزء من المخ، واحنا عارفين ان اي جزء موجود في المخ علشان ينمو لابد ان يستخدم. عضلات الانسان بتنمو باستخدامها بالحركه، كذلك هذا الجزء. تطوير مهارات التفكير النقدي لدى الابناء يتضمن مهارات التفكير باستخدام هذا الفص الجبهي الامامي في المخ، ولابد ان احنا نبدا معانا مع الاطفال، وتختلف الطرق التعامل على حسب سن الطفل وعلى حسب سن الشخص المتعامل معاه ليتناسب مع سنه. طب ازاي نبدا نعمل الحكايه دي؟ اولا حاجتين مهمين جدا نشوف هنا. اول شيء هو اعطاء الفرصه على ايجاد الحل بنفسه، وتاني شيء التأكد من الصحة النفسية. معناها إيه الكلام ده؟ أولاً إحنا كأولياء أمور يجب نسأل أسئلة ليست استفهامية لما نيجي عشان ندي الفرصة إن هو يبدأ يستخدم الفص الأمامي. لابد اللي إحنا لما نبدأ نتعامل معاه نسأله أسئلة، والأسئلة ليست استفهامية. يعني إيه؟ يعني ما أسألوش أسئلة اللي هي أقول فيها نعم أو لا، أنا كده ما بخلوش يستخدم الفص الأمامي، ولكن انا اساله اسئله اللي هو بيقولوها الاوبن اندد كويشن، الاسئله المفتوحه، اللي هو مثلا ايه، ماذا يحدث اذا حصل كذا كذا، ما لونها، ما صوت هذا، ما رائحه هذا، ما الفرق بين هذا وذاك، ماذا يحدث اذا، ونكمل السؤال.
من الممكن إرشاده للطريق، ولكن لا يجب أن إحنا نعطيه الإجابة ونقول نوفر تعب ونعطيه، لا لا نعطي الإجابة، لابد نخليه يبحث. وحتى لما بيكون بيلعب بالألعاب أو بأي شيء ومثلا ما بيقدرش ينجح في الأول، ما لا أتسارع وأبدأ إن أنا آخد الحاجة وأديها له وأخلص الموضوع، لا خليه يكافح، خليه يحاول، خليه ان هو مش عايز اقول ان ما بحبش استخدم كلمه الفشل، لا خليه ان هو يجرب، يجرب الى ان يصل اللي هو عاوزه، الشيء اللي هو عاوزه. وممكن انا اساعده ان انا ادي له هنت، بس خليه هو اللي ياخد ده. وليه ما بسميش فشل؟ يعني مثلا نفترض ان هو عاوز يعمل شيء وما قدرش انه يحققه، اخليه يعمل تاني وممكن اوجهه، بس خليه هو اللي نفسه يكتشفها ويجدها. لما سالوا العالم اديسون اللي هو اللي اخترع المصباح الكهربي، كان اتذكر صحفي كان ساله قال له يعني ماذا تقول عن انك فشلت انك تقدر ان تضيء المصباح الكهربي في 365 مره تقريبا. فهو رد عليهم قال لهم لا انا ما فشلش، إن لا ده انا عرفت 365 طريقه ان كيف لا اضيء المصباح الكهربي. يعني اعتبر الطرق اللي كان بيحاول فيها عشان يضيء المصباح الكهربي لم يعتبرها فشلا، بل اعتبرها طرق لعدم اناره المصباح الكهربي. وده ممتاز جدا. يبقى نمره واحد اعطاء الفرصه على ايجاد الحل بنفسه، ما حاولش ان انا اديله الحل، لا اخليه هو اللي يجد الحل بنفسه. وطبعا من الممكن التوقف لفتره، لحظه صمت لو هو بيفكر في حل شيء او الحصول على شيء، يبقى في حل حد صمت عشان لاعطاء الفرصه للتفكير او ايجاد حل افضل. ولازم نحاول حتى في اللعب، لابد نحاول ان هو يخليه يصل الى الشيء اللي هو يريد الحصول عليه. طيب ايه حكايه التاكد من الصحه النفسيه؟ هل ليها علاقه بالفص الامامي والتفكير النقدي عند الاشخاص؟ مهم جدا جدا. ليه؟ وده كلام الناس المتخصصين في اللي بيدرسوا فسيولوجيه المخ ونفسيه الانسان. اولا التفكير النقدي يتضمن مجموعه من الدوافع اللي بيقولوا عليها موتيفيشن، يعني التفكير النقدي في مجموعة من الدوافع التي لها علاقة بالنشاط الموجه نحو المهمة المراد إنجازها. يعني هو في عنده مهم وعاوز ينجزها، طب هو عاوز ليه ينجزها؟ أكيد في ليه دوافع، ليه دوافع اللي هي بتحفزه إن هو يقوم بهذا النشاط. ولذلك الدوافع والتحفيز يعتبروها من أهم ركائز التعليم الاستكشافي النشط. يعني إيه؟ يعني لو انا اصلا ما عنديش دافع، ايه اللي هيجعلني ان انا ابحث وادور واحاول ان انا اجد اجابه عن الاسئله اللي بتدور في ذهني؟ ايه الداعي؟ لابد ان يكون هناك دافع ليه. وطالما ان الدوافع والتحفيز هو العامل المؤثر لتشجيع الانسان على الاستكشاف او النشاط الاستكشافي، فاذا هذه الدوافع لها احتياجات نفسيه. الدافع مرتبط بالاحتياجات النفسية، ولذلك يجب تلبية احتياجات الأولاد من جميع الحالات النفسية، من أجل الحب، من أجل العاطفة. فإذا كان الشخص في ضائقة عاطفية مرتبطة بعلاقات، فأنظمة التفكير الأخرى خاصة التفكير النقدي والتحفيزي لن ينشط بكامل. إذا التنشيط الكامل ليه التفكير النقدي او كل الانشطه المرتبطه في الفص الامامي ده يرتكز اساسا على الحاله النفسيه للانسان اللي هي مرتبطه بالدوافع والنشاط. فلا بد ان يكون الانسان متزنا نفسيا وليس له اي مشاكل نفسيه، بمعنى يعني ليس له اي حد عنده مشاكل نفسيه، لكن لا تكون بالحجم الكبير اللي هو يوقف نشاط التفكير النقدي في هذا الفص اللي موجود في المخ. ولذلك يجب علينا ايه اشعار الاولاد بالامان وانهم محبوبون في عائلتنا، لان الانسان ان لم يشعر انه محبوب على الاقل
في المجموعة اللي هو موجود فيها، اللي هو على أقل حاجة الأسرة، إلى فكيف يكون عنده اتزانا نفسيا بحيث أنه هو يكون عنده دافع وتحفيز أنه يكتشف حاجة. لا، هو لن يكون قادرا مقدرة كاملة على الموضوع. فده مهم جدا، يبقى عندنا التأكد من الصحة النفسية، والحاجة الثانية أن احنا نعطي الفرصة للأولاد وللأشخاص أنهم يقوموا بأنفسهم بحل المشكلة وليس بإعطاهم الحلول جاهزة، لأن هذا لن يفيد في تطور الفص الأمامي فيها. طيب، جميل جدا. يبقى احنا عندنا بنتكلم الوقت على المنهج العلمي أو الأسلوب العلمي في التفكير. الأسلوب العلمي في التفكير، تعالوا مع بعض يا جماعة ونشوف إزاي إن احنا نتبع المنهج العلمي في الأشياء البسيطة. لكن قبل ما نروح في المنهج العلمي، خلونا نعرف الأول التاريخ السريع. ما احناش بنتكلم في التاريخ، لكن لازم نعرف إن احنا كبشر إزاي تطورنا في عملية استخدام المنهج العلمي أو الأسلوب العلمي في التفكير اللي احنا بسببه تطورت البشرية. هو طبعا كان تقدم المنهج العلمي في خطوات محددة، بالرغم من الاختلاف ظهرت التفسيرات العقلانية للطبيعة، يعني في البداية بما في ذلك التفسيرات للذرة أو جزء الصغير من المادة، وكان ده موجود في اليونان القديمة في فكرة ليكيبوس وديموقريطس، وفي الهند القديمة كان في مدارس نيابة، في برضو مدارس بازينكا. دول كانوا من 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 اسلوب المنهج العلمي اللي هو التفسيرات العقلانيه. طيب، اما وكان في الهند كذلك زي ما قلنا في مدارس النيابه وفايسكا، لكن بالرغم من كده في الهند كان رفضت هذا المنهج او هذا الاسلوب من واحد اسمه شارفاكا، ده موجود في الهند، وهو بالرغم ان هو كان يعني ما مش مرغوب بالنسبه للنظريه بتاعته، لان هو قال ان الاستدلال كمصدر للمعرفه هي الماديه مصدر للمعرفه لصالح التجربه، فهو كان لا ينتمي للمدرسه اللي بتقول استخدام التفسيرات العقلانيه. طيب، تطورنا بعد كده وقلنا ان كان في ارسطو كان رائد في المنهج العلمي اللي هو بيسموه اندكتيف ديدكتيف ميثود، معناها اللي هو الاندكتيف ديدكتيف اللي هو الى جانب الاحياء التجريبي، وعمله على المنطق رافضا اطارا استنتاجيا بحتا لصالح التعميمات الماخوذه من ملاحظات الطبيعه. ومن اهم النقاشات في تاريخ المنهج العلمي العقلانيه اللي هو دعا عليها مين؟ ديكارت، هو استخدم الاسلوب العقلانيه. حتى الان لم يصلوا الى اللي احنا وصلنا اليه الان، يعني نتكلم وناس بتتكلم على ان في البدايه على التفسيرات الطبيعيه، على الاندكتيف دكتيف الاستنتاج في الفرضيه الاستنتاجيه، حتى ظهر في اوائل القرن التاسع عشر ظهر بقى اللي هو نقدر نقول العالم اللي بدا يحط الانسان على الطريق الصحيح في المنهج العلمي، وهو ابن الهيثم، وهو ده يعتبر ابو المنهج العلمي الحديث. ده كان موجود في الفترة ما بين أعتقد سنة 965 و 1039، وبعديه جاء جاليليو اللي هو استخدم منهج العلم التجريبي. هو طب إيه اللي عملوا اللي استخدموا؟ قال لك التجربة. أنا ما ينفعش إن أنا أخذ الكلام بتفسيرات عقلانية أو استنتاجية كبعض الفلاسفة القدامى، ولكن اعتمد ابن الهيثم أو بدأ الذين هو اللي بدأ الموضوع المنهج العلمي باستخدام التجريبي التجربة. يعني قال ما ينفعش، لازم الشيء اللي انا اللي اعمله الفرضيه لابد ان انا اجربه واشوف النتائج بتاعه عشان احكم اذا كانت الفرضيه اللي انا قلتها دي سليمه او مش سليمه. طب انا مش هصدع دماغكم بالنسبه لده، لكن تعالوا مع بعض كده نعمل تجربه بسيطه لاستخدام المنهج العلمي. طيب، لما احنا نيجي نشوف الوقت ايه اللي احنا شايفينه قدامنا، يا ريت لو بصينا كده، هو عندنا قطعتين خبز، والاثنين دول تقدروا تقولوا ان في واحده اكبر من الثانيه. فما سالنا الخباز فقال لا، هو مستخدم نفس كميه الدقيق والخميره. فعايزين نعرف ليه بالرغم ان كميه الدقيق اللي موجوده هنا في الخبز واحده، ولكن في واحده حجمها اكبر من الثانيه ويستخدم في صناعة الخبز الدقيق والماء والخميرة تتغذى على السكر
لما عملنا البحث كده فعايزين نعرف ليه، فروحنا عملنا بحث لقينا ان اصلا ان بيوضع الخبز يصنع من الدقيق والماء والخميره، والخميره تتغذى على السكر ويوضع عليها بعض السكر. طيب يا ريت لو تفتحوا والناس تقول بالمايك يقولوا، طب ليه تفتكر ليه حجم ده اكبر من ده، بالرغم ان هم ليهم نفس الـ 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 نفس الحجم يعني نفس. افتحي الخميرة اسمع الناس. دكتور، الخميرة ضاعفت الحجم، الخميرة اللي تغذت على السكر ضاعفت الخميره الحجم. ايوه، لكن الخميره اللي موجود هنا خميره وهنا خميره نفس الـ نفس الـ الـ والوقت الوقت وقت وقت التخمير كان أكثر، وقت يمكن التخمير درجة أكثر. حرارة. شوفوا جميل جدا، قلت له ممكن درجة الحرارة، ممكن ايه تاني اللي قلته؟ وقت التخمير اوقات يضاعف معاه الحجم. انا سالت الخباز زمن عملها كان أكثر. عندهم تقريبا فرن اوتوماتيكي وبيتحط كله يعني مع بعض، فالوقت وقت التخمير واحد ودرجه الحراره واحده. بس كلام ممتاز جدا اللي انتوا بتقولوه ده، كلام ممتاز جدا. فايه الاحتمالات التانيه اللي انتوا بتعملوه ده؟ ده بدايه التفكير باستخدام المنهج العلمي، ان انتوا احنا دلوقتي شايفين حاجه ظاهره وعاوزين نفسرها، فدي البدايه. فبنبدا نسال سؤال، يعني احنا بنبدا نشوف كبشر بنرجع تاني زي الاطفال بنقول ليه دي اكبر من دي، ليه دي اكبر. فنبدا مثلا نقول مثلا الخميره زي ما حضراتكم قلتوا، فبنسال الراجل انت بتسال، قال لا نفس الخميره اوتوماتيك. طيب بعدين فبدانا نشوف، فلقينا ان هو لما بيحط الخميره او كده بيحط عليها سكر، فجه لذهن بعض الناس ان ممكن يكون ايه، ممكن يكون اللي حطوا مثلا كميه سكر هنا اكتر على الخميره، ممكن احتمال. فالسؤال هنا، لماذا الخبز على اليسار ارتفع المقدار ده؟ يبقى اول حاجه احنا بنعملها كبشر كبني ادمين بنلاحظ، ولما بنعمل نشوف ملاحظه بنسال سؤال. طيب فنيجي الفرضيه زي ما قلت لكم، ان هو لما بنعمل البحث فلقينا والله، لقينا والله ان هو الخميره هي اللي درجه الحراره هي الوقت، لانه اوتوماتيكي بتحط في نفس الوقت وبيطلع في نفس الوقت، فقلنا احتمال يكون هو كميه السكر هي اللي تسببت في ارتفاع الخبز. اللي انا بقوله ده او اللي انتوا قلتوه ده درجه الحراره، دي فرضيه ممكن نختبرها هنشوف الوقت ازاي، او وقت التخمير ده كله كلام مظبوط ممكن اجربها. فلما لقيت ان الحاجات دي اصلا ان هم تفادوها، فلقيتش غير اخر حاجه ان يمكن كميه السكر اللي حطوها على الخمير وما بيخبزوا كانت ايه، كانت اكتر شويه. طب اللي احنا بنقوله ده ايه؟ فرضيه، هايبوثيسس زي ما بيقولوا، دي فرضيه. طيب هذه الفرضيه ممكن تكون صح وممكن تكون غلط، مظبوط. طب نعمل ايه؟ افتحوا المايك علشان عايز اعرف الناس تقول، طب نعمل ايه عشان نعرف الفرضيه صح ولا غلط؟ نختبرها. برافو، نعمل اختبار. طب نعمل اختبار ازاي بقى؟ نسوي عينات، نجري احنا عينات، ناخذ خبز نقسم اجزاء دقيق كذا، نسوي يعني نعاير نفس العوامل، ناخذ معيار متساوي من الدقيق، كيلو تمام. كيلو مثلا اثنين، ناخذ ترمومتر حق درجه الحراره، نقيس الوسط المعمل اللي احنا نشتغل فيه، يعني نوزن كمان السكر في اثنين زي بعض، واحده لا نخليها زياده لان احنا نبغى عامل السكر هو المختلف، كميه الماء نوزنها واحده، يعني نثبت جميع العوامل ونخلي الواحد المتغير اللي هو السكر. ممتاز. بعدين نجري التجربه. ممتاز. الوقت العامل اللي حنختلف عليه فقط اللي هو كميه السكر، لكن لازم حتى طريقة العجن والمدة والجهاز نثبتها كلها، وبعدين نجريها. بعد كذا عملية الخبز بعد ما نخلصها نخليها نفس الدقائق والوقت، بعدين نجري عملية اللي هو التصوير بالفيديو علشان يكون أدق في الملاحظة، بعدين نسوي إبطاء ونقفل، وبعدين نشوف عملية الارتفاع، لأنه ممكن لو إحنا فتحنا الفرن يدخل فيها عامل الهواء الخارجي، خليها داخل ونصور تصوير بطيء، وبعدين نخلي ربع ساعة بعد ما تخلص وبعدين نفتح، لأنه عشان لما ندخل الهواء الخارجي في عملية إنه يكون عامل خارجي، بعدين نحكم يا دكتور من خلال التصوير حيكون أفضل. تمام. الكلام اللي قال ده كلام ممتاز. الوقت وصلنا. نعم.
برافو. نختبر جميع الفرضيات. هذا؟ يلا. شو يعني هي؟ شوف. بكلم بقول له خلاص. تمام. فال ال 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 اللي اتقال الكلام اتقال ده ممتاز جدا. يبقى أنا الفرضية بتاعتي اللي أنا عملتها هبحث الأول فيها وأشوف إيه اللي لازم أعرف أخد معلومات عشان أبدأ ما كررش حاجة الناس عملوها قبل كده، وبعدين أعمل تجربة على الفرضية اللي أنا فرضتها زي ما تكرمت اللي قالت الطريقة ده كلام مظبوط، بس عمل التجربة بطريقة سليمة ببقى عندي فيه بجيب كل الكميات زي ما هي قالت بالظبط المتناسبه، كل شيء بيكون ثابت ما عدا حاجه واحده فقط اللي بغيرها اللي هي كميه السكر، ولازم اخلي الثوابت اللي اتكلمت عليها للثوابت اللي هي ايه؟ درجه الحراره، الرطوبه، مكونات الخبز، الفرن، نوع الفرن، نوع الوعاء اللي بحطه فيه، نوع الخميره، عمرها قد ايه، زمن الطهي، الزمن، كل الحاجات دي لازم اثبتها علشان ما يدخلش عندي اي شك ان احتمال يكون حاجه من الحاجات دي هي اللي اثرت على حجم الخبز في النهايه. يبقى دي بنسميها الثوابت. المجموعه اللي هي المحكمه اللي هي قالت عليها ان انا ما بحطش عليها غير كميه السكر المقترحه اللي هي ما ببص عليها في الريسبي او في طريقه العمل، قالوا مثلا 50 65 جرام من السكر او وات ايفر، دي الكميه اللي هي بسيب العينه دي ما بزودش عليها، بخليها بالظبط زي ما هي، دي اللي قالت عليها تفضلت المجموعه اللي هي المحكمه. وبعدين عندنا بقى المتغير المستقل هي كميه السكر اللي بتضاف دي اللي بغير فيها بكميات معينه، وبعدين بشوف الحجم الخبز. ده كلام ممتاز جدا جدا. وبعدين بعد ما اعمل التجربه ايه اللي بيحصل بقى؟ ايه اللي بعد كده؟ عملت التجربه اعمل ايه بعد كده؟ نشوف النتائج. فهنا الجدول ده بيوضح التجربه لما حصل النتائج. هنا في عندي كذا، هنا بعمل كذا محاوله كمان، يعني مش بعملها مره واحده اخد منها نتيجه اقول خلاص على كده، لا بعمل كذا محاوله اخد الافرج بتاع المتوسط. فهنا كميه السكر 25 مره حطيت 25 جرام، 50 جرام، ال 50 جرام دول هم المجموعه اللي انا بثبتها ودي كانت المقترحه، يعني بيقولوا ان العجينه بتحط عليها 50 جرام من السكر فحطيت 50، حطيت اقل 25 زودت 100 250 500. وبعدين بشوف اللي ايه النتيجه، بشوف المتوسط بتاع حجم الخبز بالسنتيمتر المكعب. فلما بصينا هنا، لما بصينا لاحظنا ايه؟ يبقى نيجي في يعني بعد التجربه بنجيب النتيجه، وبعد النتيجه بنعمل التحليل ونشوف التحليل بتاعنا ده هل يا ترى هيتوافق مع الفرضيه اللي انا فرضناها في الاول ولا لا؟ يا الفرضيه بتقول ايه؟ اذا احنا زودنا كميه السكر يبقى حجم الخبز هيزيد. فلاحظت هنا ان ما زال الحجم الخبز عند ال 50 جرام من السكر هو اعلى حاجه، ولكن لما عملت ال 100 كانت اقل بس مش كتير. فلا بد ان لا تدعو شك في النتيجه لكي لا ترفض الفرضيه وتحدد اكتر. فبقول ايه؟ بقول احتمال لو انا عندي كميه ما بين ال 50 وال 100 ممكن تكون تزيد، فلا لازم في التجربه بعد لما بعمل النتائج والتحليل لابد ان انا ازيل الشك. لو لقيت فيه نتائج قريبة لابد ان اعيد التجربة بقيم ادق. اللي لاحظه من هنا من هذه التجربة ان ما زالت اعلى حجم هو الكمية المقترحة من الناس الخبراء في عامل الخبز، ولكن عند ال 100 جرام كانت اقل ولكنها ما زالت قريبة. فايه نعمل ايه؟ نبدأ نقول طب احنا ما بين ال 50 بقى وال 100 هبدأ افصص شوية، اعملها باكتر ايه؟ باكتر دقة، لأن الوقت النتيجة دي بتقول لي إن الفرضية مش مظبوطة، عايز أتأكد إن الفرضية مش مظبوطة أو مظبوطة. لو هي على فكرة لو الفرضية اللي أنا عملناها وطلعت مش مظبوطة دي تعتبر في الأبحاث نتيجة هايلة جدا. ليه؟ علشان لما يجي حد بعد ما يعملهاش تاني يبقى إحنا عملنا التجربة تاني من ال 50 للمية بدأت تزود بقى 10 50 60 70 80 90 وهكذا، وعملتها كذا مره واخدت المتوسط. لازم نعملها يا جماعه التجربه تتكرر مش مره واحده، مرتين ثلاثه اربعه، كل ما يزيد عددها واخد المتوسط افضل. ليه؟ لان في فاكتورز احنا ما احناش في عوامل اخرى احنا يمكن نجهلها، فلا بد ان احنا نتفاداها بهذه الموضوع. فلما عملنا هنا التجربه مره اخرى ايه اللي لقيناه؟ فوجئنا ان احنا لما زودنا عن ال 50 بدات تبان زياده عند ال 60 عند ال 70 وبعدين ال 80 قلت. فكده بالاسلوب ده عرفنا ان هي عند السبعين بتزيد، يبقى فعلا الفرضيه مظبوطه. ومن كده الاستنتاج نستنتج ونقول ان انا عندي 70 جرام من السكر ينتج اكبر خبز، والفرضيه الجديده مقبوله.
ان هي زياده السكر ممكن دلوقتي اعدل الفرضيه بتاعتي اقول ان زياده السكر ما هياش مطلقه، لا هي اللي بنقول ان كميه السكر فرضيه بقى اعمل استنتاج ان كميه السكر تزداد الى ان تصل الى 70 واشوف كم نسبه مئويه منها واطلع الفرضيه الجديده بتاعتي. وانس اللي احنا طلعنا الاستنتاج بتاعنا والتجربه هي اللي اثبتت، التجربه هي اللي اثبتت ذلك، لابد من كتابه تقرير للتواصل. ليه؟ علشان الناس التانية تقرا النتيجه دي وتستفاد منها وتكمل عليها او تنتقدها. لابد دي بنسميها التواصل، التواصل بالنتيجه. يعني لازم يبقى في تواصل لاتاحه الفرصه لكل اللي من يريد يطلع على هذا البحث ان هو يطلع عليه. فهو هو ده الاسلوب العلمي او المنهج العلمي في التفكير. وزي ما احنا طرحنا كده الملاحظه، طرح السؤال، القيام بعمليه البحث البحث على الموضوع نفسه، صياغه الفرضيه، وبعدين بنختبر الفرضيه عن طريق التجربه، بنسجل ونحلل النتائج، وبعدين بنستخلص النتيجه بعد ما عملنا التحليل واتاحه النتائج لجميع الناس عشان يفكروا. ده هو الاسلوب، ملخص الاسلوب العلمي في التفكير. وده ممكن يتعمل بالمناسبه لجميع المراحل ولكن مش كل الخطوات. دي الحاجه اللي عايز اقول عليها. يعني مثلا عندي الاولاد اللي هم من قبل الابتدائيه او في المراحل الاولى من الصف الابتدائي الاول والثاني، دول ليهم معامله خاصه مش هخليه يقوم بكل الخطوات اللي موجوده دي. انا مثلا ممكن اخليه يعمل تجربه، مش هيقدر يعمل على صياغه فرضيه لان هو لسه ما عندوش الخلفيه الكافيه. فكل لما بزياده الخلفيه ممكن ازداد من استخدام الطرق الموجودة عندي دي. لكن ممكن أخليه يستفاد بعملية التجربة، أخليه أساعده بخليه أنه يعمل التجربة في حاجات بسيطة اللي هي تعمل إيه. يعني مثلا نيجي من الأمثلة، هل الماء يتجمد أسرع إذا أضيف إليه سكر؟ وهو ممكن تعمل تجربة، ممكن تعمل تجربة في البيت مع الأولاد على النباتات في حاجات كتيرة جدا. هل ينمو الفول أسرع إذا كان داخل غرفة أم بخارج غرفة؟ يعني يكون موجود اندور ولا اوتدور، داخل غرفة أو خارج غرفة؟ ممكن تعمل تجربة بسيطة وكل الأشياء دي تعتبر تدريب للعقل والفص الأمامي، بحيث إن هو بيقدر يشوف قدامه النتيجة ويعود نفسه إنه ما ياخدش أي شيء مجزم وإنه شيء مسلم به وما فيش فيه نقاش. لا، كل شيء معرض للنقاش بالتجربة، بحيث إنه ممكن. من ضمن الحاجات الجميلة جدا، أنا أفتكر لما كنت موجود في كاوس كنا بنعمل شغالين في الفوتونيك أو يعني العلم الضوء والبصريات وكده، فكان بنعمل تجربة على الضوء اللي موجود عندنا زي ضوء الشمس مثلا أو أي ضوء تاني، بيتكون من مكونات كتيرة جدا. يعني ممكن يتكون من زي ما تعرفين اللون الأبيض، بيتكون من كل ألوان الأصفر والأخضر والأزرق. طيب أن واحد منهم بيؤثر على النبات في النمو؟ ممكن تعمل تجربة في أشياء جميلة وأشياء مثيرة ممكن تتعمل لها تجربة وتخلي اللي قدامك عاوز فعلا يتعلم. أنا هقول لكم على تجربة نفسها شخصية أنا عملتها لما كنت في الرياض، ما كنت بدرس في كلية تقنية بالرياض، وأنا أنا أنا أعتز بهذه الفترة جدا يعني وما زالوا أصدقائي. كنا بنعمل تجربة في المعمل. التجربة في المعمل دي كان هو عبارة هنا زي ما انتم شايفين تانك وبنبلاه مية، بنتحكم في ارتفاع مستوى المية. يعني عايزين المية توصل لمستوى معين، مثلا توصل مثلا 40 سنتي 50 سنتي وتقف. فكان ده اسمها كان في مقرص التحكم في العمليات. فاحنا بنعمل التجربة، وانا كان انا دايما بحب في ما كنت بدرس المعمل، كنت انا بحب ان انا ما اديش النتيجة للطلبة. ودي حاجة مهمة جدا واحنا بندرس في اي حاجة على فكرة، ما نديش النتيجة مسبقا علشان الطالب ما يحاولش ان هو ايه انه يكيف ويهيئ نتيجة التجربة لما اعطى له سابقا. لا، خلوا الطالب مخترع، خلوه يبتدي مخترع. يعني ايه؟ خلوه هو اللي يكتشف النتيجة، لا تعطوه النتيجة مقدما وبعدين نسأله يعمل التجربة عشان يحققها. ده فيز تاني، ده طور تاني، لكن هو لابد ان احنا نعطيه. ويكون طبعا لازم في هذه العملية يكون موجود اللي هو المشرف اللي بيوجهه توجهات بسيطة، لكن هو يخليهم يكتشفوا. فاللي حصل ان هم الطلبة مش عارفين ايه العلاقة ما بين ارتفاع المستوى السائل مع الزمن، فما كانش عارفوا ايه اللي صح. فاللي حصل ان هم طبعا كانوا بيبصوا على نتائج بعض، فكل الناس كان في عندي اربع مجموعات، ففي مجموعة وجدت ان ايه ده المحور ده بيمثل ارتفاع السائل في التانك وده الزمن. فلو ان ايه بيبدأ من الصفر
التانك كان فاضي، فبدأ إيه يرتفع الـ 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 السائل في التانك يرتفع، والآخر وصل إلى مستوى اللي هو ثابت وثبت عليه. مجموعة واحدة فقط لقيت إن هو لما جم طبعوا النتيجة لقوا إن مستوى السائل بينزل بالسالب ويطلع يكمل، فوجدوا نفسهم إنهم عندهم شيء مختلف عن شيء. فساعتها جم سألوني، فأنا انبسطت جدا. ليه؟ لأن هم أولا الطلبة اللي كنت أدرس لهم كانوا ما كانوش يعني كانوا دايما يشتكوا من الامتحانات بتاعتي انها صعبه وتريكي، بيقولوا يا دكتور غازي احنا ما تعودناش على كده، احنا تعودنا ان نغير الارقام في المساله في الامثله، ودي مصيبه على فكره. فهم فقدوا الثقه ان ممكن ان هم يحلوا شيء ما شافوهوش قبل كده. فلما قابلتهم وانا كنت مصمم ان هم يتعلموا، لازم يتعلموا الطريق الصح. ليه؟ لان زي ما تقول الانسان بالفطره مولود كده. فقلت لهم طيب انا، طب السؤال، هل انا كنت اعرف الاجابه؟ لا، انا اول مره في حياتي اشوف ان الكيرف ان ينزل كده تحت في السالب وبعدين يرجع تاني، ما 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 شفتهاش في حياتي. فقلت فجمعتهم قلت لهم طيب الوقت انتوا شفتوا ظاهره، طب تفتكروا ليه دي نزلت تحت بالسالب كده؟ فقعدوا زي ما احنا بنتكلم على الخبز، قعد كل واحد يقول ايه نظريه. فلما ففي واحد قال لان التانك لما احنا استخدمناه كان في مية موجودة متبقية لما بدأ يملى فوقيها، فكان مش عارفين نخلص من المية المتبقية من قبل كده، مش قادرين نصفي التانك قبل ما ابتدي. قلت لهم جميل، لو كده انت الوقت تقول فرضية ان وجود شوية المية في التانك ده قبل ما تستخدم التجربة هو السبب في وجود الجزء السالب من الرسمة اللي موجودة عندكم ما بين الارتفاع السائل مع الزمن. قالوا اه، طب ازاي تثبتوها؟ اثبتوا ان الكلام ده صح. فقعدنا نتناقش نعمل ايه التجربه اللي نعملها عشان نعرف ان الكلام ده صح. فاتفقنا في الاخر قلنا لو الكلام ده صح يبقى احنا نزود الميه قبل ما نبدا التجربه. لو زودنا الميه قبل التجربه بعدين بدا التجربه، المفروض لو النظريه صح ان الجزء السالب ده ينزل اكتر. قالوا ايوه، فعملوا التجربه. الجزء السالب لم يتغير. المهم ايه، انا لا ما اعتبرتش ان الكلاس ده ضايع وقته، لا يقولوا فرضيه ونجرب. الا في الاخر جه طالب وقال ان المشكله في موجوده في السنسور اللي موجود جوه التانك ده، هو اللي بيقيس خطا في ده. اقول لهم طب ازاي نزل صح؟ قلنا نجي نروح من تانك تاني ونجيب السنسور ونغير. عملنا وبعدين عملنا تجربه لنا فعلا طلعت مظبوط. رحنا للفيز الثاني، طيب ايه السنسور ده بايظ فيه؟ فكوا السنسور البايظ والسنسور السليم، وجدوا ان هو من نوع الدايافرام عليه غشاء مطاطي، فالغشاء المطاطي كان منبعك شويه لتحت، فلما شدوه وحطوه ثاني اشتغل وطلع الكيرفات كلها من نوع المظبوط اللي هو يطلع من الصفر. اذا هم وانا سبت الطلبه خارجين من المعمل وهم في نشوة ان هم اللي اكتشفوا الشيء، هم اللي عرفوا الشيء. انا حاسس في مشيتهم ونظرتهم ان هم حاسين ان هم فعلا انجزوا وعملوا شيء وفعلا ما تعملش، وكانوا منتهى السعادة وتغيرت اسلوبهم تمام. ده الاسلوب. بس انا بالمناسبة انا جبت لكم تجربة هنا، لكن في حاجات كتير جدا، لان ممكن نفتكر ان فقط في التجارب بتوجد فقط في الحاجه العمليه زي الكيمياء لا 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 لا، ده في تجارب معمليه يعني جميله جدا، زي مثلا حوريك الوقت فيديو صغير على تجربه اتعملت في علم النفس الاجتماعي. يعني علم الاجتماع فيه فروع كتيره جدا، علم النفس الاجتماعي النقدي، وكان في تجربة بيعملوها على قضية اسمها علم نفسية المكان، يعني معنى صح كيف المكان يؤثر على نفسية الإنسان في الإنتاجية. ودي من الحاجات المهمة جدا يعني لابد ان احنا نخلي بالنا منها. فالتجربة عايزين نعملوها وعايزين يتبعوا فيها نفس التجربة اللي عملناها مع الخبز بحيث ان يبقى فيه الثبات وكده. فتعال نشوف الفيديو عملوا ايه ونشوف ايه الدراسة اللي انتجت عنها علشان يبقى عندنا برضو معلومة ان كيف يتم التجارب المعملية في العلوم الاجتماعية والنفسية والاقتصادية والسيكولوجية. فخلوني بس اشوف الفيديو بحيث ان احنا نشيره مع بعض.
إذا كنت تعرض عرض معين فالعرض مو شغال. نعم؟ إذا كنت تعرض عرض معين العرض مش شغال. العرض مش شغال؟ الفيديو مش هيشتغل؟ لا. ليه طيب؟ تحتاج تسوي لنا مشاركة شاشة؟ ما انا هشوف انا الشاشه عندي واشوف بحس ان انا ممكن ان انا اجيبها. بحاول انا اطلع الفيديو. هو 3 دقائق تقريبا كان في جامعه. خليني كده اشوف هل ممكن ان هو ثانيه واحده اشوف هقدر اشيكها ولا لا. لو 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 حصل ان هو شفتوها يا ريت تبلغوني. شايفة؟ اي صوت وصورة. طب تمام. Outcome measures that you're interested in might not just be responses on a scale, they might be your physiological response, or they might be some other thing like that you need to monitor very much more closely. Like, for example, if you're interested in my behavior at the moment, it might be useful to do this in a controlled setting because you can film it and then afterwards you can go back over and see, well, did he do this? فهو هيبدأوا التجربة عايزين يعرفوا ان كيفية التأثير المكان على الإنسان في الإنتاجية وفي سلوكياته لما يجي يعمل نشاط معين. فهو بيتكلم بيقول عشان يتعمل التجربة لابد ان يشيل كل التأثيرات. لانك لو انت كلمت اي شخص زي مثلا جيت كلمتيني الوقت في الوقت يعتمد على نفسيتي في هذه اللحظة وكل الخلفية الموجودة فيها. لو انت كلمتيني في القطر غير ما تكلميني وانا مثلا في السيارة بتاعتي غير ما تكلم. فهو على حسب المكان. فهو عاوز يتفادى كل الامور دي ويقدر يعمل دراسة تقدر تقولي فير او دراسة عادلة. Whereas if you were just sitting in a train or in a field or doing an interview, it might be harder to code for those things. The two critical issues are control and measurement. Laboratories are places in which it's relatively easy to do those two things. There are 4 conditions in the experiment which we're running at the moment. In the first one, somebody will walk in to a bare room. أو الوقت التجربة اللي هيحصل إن بيدخل شخص في الغرفة معينة والغرفة دي بتحكم في الشكل بتاعها. فهو وبيطلب من كل مشترك في هذه التجربة إنه بيقوم بمهمتين. وهيقول وقت المهمتين بسيطة جدا. يعني بيبدأوا مثلا في بعض الكروت هيدولهم ويبدأوا يرتبوها. ولكن تلاحظ هنا في الغرفة إن هنا مش عليها حاجة. فحاطين المشتركة هنا في غرفة طاولة ما فيش فيها لا زرع ولا صور على الحيطه ولا حاجه. ويبدا يقيس اللي في بعض الاسئله هيديها في ورقه وده حاجه. والمهمه الثانيه هيديها ورق كروت زي ورق لعب. يعني تقريبا زي ورق لعب بالظبط كده. وترتبها ترتيب معين زي ما هو قال لها. ويشوف الزمن اللي هيعملها الاسئله ويشوف الترتيب اللي هيحصل قد ايه في وجودها في هذا المكان. Both of which are timed, and there will be a questionnaire after those two tasks. The two tasks and the questionnaire are common across all the conditions. In the second condition, the participant will walk in to a completely decorated room. So we will put the. هنا بقى المشترك الثانية جابوها. شوفي تلاحظي هنا إيه إن حاطين النباتات وحاطين على الحائط بعض الصور. وهتقوم بنفس المهمتين على فكرة. أسئلة هتجاوب عليها وكروت الحالة الثالثة اللي هيعملوها هيدوا. يعني خلي بالك الحالة الأولانية كان الغرفة ما فيش فيها أي نوع من أنواع الديكوريشن أو النباتات. الحالة الثانية كان موجودة حاجات أوريدي. الحالة الثالثة بيدوها قولها رتبي زي ما أنت عايزة. وبعد كده يبدأوا يشوفوا الأسئلة اللي هي محطين لها هتجاوب عليها إزاي وفي أي وقت. والترتيب الكروت هتتم بأي كيفية وفي زمن قد إيه. Condition is again just like the third. They come in, we tell them they can decorate the room, they do decorate the room, and then I come back in after a while and I. هنا بقى المشترك الرابعة جابوا وخلوها ترتب. تمام. بس شوفوا اللي هيحصل إيه. Rearrange the room to suit me, overriding their own desires. هنا الراجل بدأ بقى يغير في نفس الترتيب اللي المشتركة الرابعة عملت. يعني عملت ترتيب معين للغرفة بتاعتها.
فدخل الراجل اللي هو ده كان بيعمل البحث في الدكتوراه وغير الـ 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 الأشياء اللي موجودة. هي شغالة بتعمل بقى التاسك بتاعتها بترتب الكروت لأن لها مهمتين زي ما احنا قلنا. ترتيب And the reason for that, if we have cards spread all over a work surface, the eye naturally sort of flicks from one card to another, and we're taking quite a lot of what's going on around the desk. The second task. طبعا عملية اللي هو بيشرح إنه ليه اختار مهم ترتيب الكروت لأن ترتيب الكروت بأنظمة معينة معتمد على نظريه الترتيب المكان اللي قاعد فيه الإنسان. ونخلي بالنا المشتركة الرابعة دي إن هي بعد ما عملت ترتيب الغرفة بنفسها بدأ هو غيرها عشان يشوف رد الفعل. On a single A4 sheet of paper. What we've done across those conditions is manipulate the extent to which the participant has an. والسؤال طبعا اللي كان التاني التاسك التاني اللي هو كان شغالين فيه الأسئلة حاطين كلمات معينة بيقولوا طلعوا الكلمات دي كم كلمة هنا وكم كلمة معينة بالقراية. طبعا دي بتعكس على عملية التركيز ال تركيز الإنسان على المهمة اللي بيقوم بيها في المهمة دي. وجدوا حاجة يعني في هو طبعا احنا ما حناش بندرس علم نفسية المكان ولكن نقصد هي تجربة اللي عايز اقول انه تجربة في المجال علم الاجتماع وفي موضوع محدد تأثير نفسية المكان على انتاجية الإنسان. وجدوا ان الانسان اللي هو الحاله الرابعه كانت أسوأ حاله اللي هي كان عندها الحريه انها ترتب الاشياء على المكتب بتاعها وترتب الصور. فوجدوا ان أسوأ نتيجه في أسوأ انتاجيه الوقت اللي اخذته وعمليه التنظيم كانت وبداوا يتكلموا معاها لازم من الـ من الـ من السلوكيات البحث ان لازم يعرفوا ان هم ما كانوش يقصدوا ان هم يعني مشاعرها ولكن كان دي التجربه شرحوا لها يعني وجدوا ان هي كانت هي أسوأ نتيجه. فوجدوا أسوأ نتيجة إن الإنسان اللي هو بيختار البيئة بتاعته المكان والترتيب بدون تدخل من الآخر إنه يفرض عليه ده اللي بيبقى أفضل إنتاجية بالنسبة له. فوصلوا لهذه النتيجة في البحث لدرس الدكتوراه في هذا الموضوع. إذن التجارب العلمية أو أسلوب المنهج العلمي المستخدم هو أسلوب ممتاز وهو الأسلوب الصحيح لإثبات أي فرضية وهي اللي بتحرك عندنا التفكير النقدي وبتؤثر في اسلوب التفكير. وعلى فكره هو موجود في الحياه اليوميه لو هذا الاسلوب المستخدم لو احنا فكرنا بسيط. ودي مهمه جدا في ان 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 كل الناس المشرفين على مش بس التعليم الحياه بصفه عامه لابد ان هم ياخدوا هذا المسلك لابد ان احنا نخلص من موضوع ان ده الشيء ده صح لان شفناه صح وانتهى على كده. كل شيء محض للسؤال حتى الاشياء اللي احنا من زمان كنا بنعتقد ان هي ليست فيها اي موضوع من الـ من الـ من الـ مش عايز اقول الشك من ان انا اسال فيه زي الزمن مثلا. الزمن كنا بنقول الزمن معروف ان ده ساعه ساعه لا ما طلعش كده الزمن حتى طلع نسبي موضوع تاني. فاذا لابد ان يكون عندنا ان احنا لابد ان نقتل الفضيله اللي موجوده عند الاطفال من الصغر ولا عند الكبار لان احنا بكده بنبني جيل تابع لا يلغي عمليه التفكير في واستخدام الاسلوب او المنهج العلمي في اتباع الخطوات المضبوطه للوصول الى فرضيه المفروض انها تكون صحيحه او سليمه بالاثبات. فده الموضوع. فانا مش مانيش عايز ازيد في الكلام عن الموضوع ده واعتقد انا قلت تقريبا اللي عاوز اقوله بالاهميه وشكرا على حسن استماعكم. الله يعطيك العافيه دكتور محمد. الله يبارك فيك. طيب نفتح مجال للاسئله والاستفسارات. اتفضل. طيب اللي حاب يسال ممكن يعمل رايز هاند. هل أحد عنده استفسار أو سؤال معين حاب يطرحه؟
طيب اتفضل استاذ. العفو لكل الناس، انا سعيد جدا ان كنت معاكم واشكركم كثيرا، ويا ريت لو انتم مقتنعين بالطريقه ان تبداوا تطبقوها من دلوقتي مع كل اللي معاكم، يعني يا ريت، لان احنا عايزين جيل تاني يطلع ان يستخدم الاسلوب والتفكير المظبوط الصحيح في كل الامور، سواء في الحياه او في العمل او في الدراسه. وما ننساش ان اللي اسس الطريقه دي اصلا كان هيثم، زي ما اتكلمنا، يعني احنا بعدنا ليه عن اصولنا. جميل جدا. طيب نبدا بالاسئله. استاذ نضال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أستاذ، حياك الله. أول شيء حبيت أقول الله يعطيك العافية دكتور، وصراحة ما حسينا بالوقت وما شبعنا من المعلومات الطيبة صراحة اللي أعطتنا إياها اليوم. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، وإن شاء الله تتكرر دائما معك الدورات بإذن الله. إن شاء الله، إن شاء الله لو في عمر. أنا أول شيء أستاذ نضال أدرس تقنيات في الماستر، وعندي ملاحظة بسيطة يعني حبيت أستفسر فيها منك. عندنا طالبات دائماً يكون عندهم إبداع، عندهم ابتكار، لكن عيبهم الوحيد تبدأ بالتجربة لكن ما تكملها للنهاية، تقول لي دكتورة خلاص أعطيني النتيجة تمل، فكيف الحل مع الفئة هذه؟ أولاً لابد أن تكون التجربة بطريقة شيقة، دي نمرة واحد، يعني ما تحسش ان هي بتعمل شيء مفروض عليها. فعملية ان انا ما لا اجعل الانسان اللي قدامي، ان لاني اصعب شيء زي ما ورينا في الفيديو الاخير، يعني طلع بالمناسبة ليه علاقة بالكلام اللي حضرتك بتقوليه، ان عندما تفرض الاشياء على الانسان ان هو يعملها مع الانتاجية بتاعته بتقل. فلابد يكون ان هذه التجربه ليها قبلها مقدمات لتحثيث الجزء اللي في الفص الامامي اللي قلنا عليه، اللي هو الدوافع، موتيفيشن، الدوافع والتحفيز، بحيث ان هو الطالب وهو عاوز يعملها من غير حتى ما اقول له اعملها. يبقى فبعمل انا قبلها دوافع، يعني ايه بعمل دوافع؟ بعرض انا المشكله، يعني لازم اعرض المشكله واشارككم فيها، وبحيث ان هو يكون عندهم الاحساس ان هم نفسهم يعملوا التجربه دي عشان يوصلوا للحل دي. فالموتيفيشن بتبقى ايه، او الدوافع بتبقى ازاي؟ ان انا بعرض مشكله وبشوف، بقول مثلا حلول الناس بتفكر فيها، طيب عايزين نشوف حل ليها. دي نمره واحد، يبقى اثاره الدوافع التحفيزيه عند الشخص اللي هيقوم بالتجربه قبلها، لان لو عنده الحافز الدوافع الدارس هيكون هو عاوز يعرف النتيجه ايه. لكن هو لو شيء مفروض عليه، يعني اعمل التجربه دي، اعمل دي، لا هي الاول بنطرح اسئله ومناقشه حتى لو 5 دقائق، مش تضيع وقت، وبعدين هم يكملوا على كده في اي وقت كمان. بس نعمل عمليه التحفيز دي نمره واحد، دي يكون دي. وبعد كده تتعمل زي في، بحيث ان يكون في زي منافسه، الانسان بيحب المنافسه، بحيث ان المنافسه مع تشجيع. يعني ايه؟ يعني يتعمل مثلا، ممكن يتعمل زي فرق، فرقتين ثلاثة على حسب عدد الطالبات اللي موجودين عندك أو الدارسين، وكل فرقة بتعمل التجربة مع بعض، وبيتعملوا في الآخر ديبيت، زي يعني ديبيت، مناظرة ما بينهم على النتائج اللي عملوها. في الحالة دي هم عاوزين يعملوا مناظرة مع الفريق الثاني وعايزين يكسبوا. يبقى احنا عندنا في التحفيز في البداية، الدوافع اللي تجعلهم يقوموا بهذه التجربة. ونمرة اثنين، يكون تحببي فيهم حب المنافسة، ولابد في النهاية انك انت تحسسي ان الفرق اللي هي يعني في ناس حيوصلوا للنتيجة الصحيحة، في ناس مش حيوصلوا للنتيجة الصحيحة، لابد ان هما الاتنين يتشجعوا بطرق مختلفة، بذكر الايجابيات لكل فريق. لان من ضمن الحاجات الصعبة ان مثلا ايه، ودي بلاحظها على فكرة في مجتمعاتنا احنا بالذات، بس يعني مثلا لما كنا بنناقش المشاريع الطالبات، فتلاقي مثلا ايه، المناقش يقعد عمال بدور على السلبيات بس، طيب والحاجات اللي هم ما حققوهاش، طب ما اول وتشوفي في العالم الاخر ان بنشوف الايجابيات، وبعدين بنذكر بقى الحاجات اللي هي الخطا، نقول لو دي كنا مثلا اخذتها. بس لازم ايه، لازم الاول اذكر الايجابيات. يبقى الدوافع والتحفيز في البدايه، عمل المنافسه،
وبعدين الكومنتس او الملاحظات او الكلمات في الاخر لابد يكون فيها شيء من ذكر الحاجات الايجابيه اللي حصلت في كل فريق، طبعا مع التركيز بشده على اللي وصلوا للمرحله او وصلوا النتيجه المضبوطه. طيب نسمع السؤال الثاني. تفضل. أستاذ محمد. أوكي. أيوة محمد. أنا عندي أنا أشكر الدكتور. أنا أشكرك الدكتور. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، الله يبارك. معلش أنا عندي الصوت شوية، ما الله يبارك فيكم. أنا أشكرك جدا على تعبك. لا ما فيش تعب أبدا أبدا، ما فيش تعب. إيوه بس بعض الناس ما هم مهتمين في إنك جالس تحاول يعني إنك تعطينا علم، يعني تعلمنا من اللي أنت تعلمته. ما هو ده واجب. ايوه سلام انا اعرف. انا عندي انه عندي مشكله. المشكله هي اني لما ادخل دوره احس اني ما استفيد كثير منها، حتى لما انا بعض الاحيان انا يكون عندي جواب بس فجاه أنسى، ما أعرف كيف بس أنسى. نفس الثانية اللي ألاقي فيها الجواب أنسى، ما أعرف ليش. هذه مشكلة عندي. بس اللي كنت بقوله. ألف شكر. يعني زمان ما فهمت إن المشكلة إن حاجتين أتكلم عليهم هو محمد، صح اسمه محمد، صح؟ محمد صحيح. فهو اتكلم عن اعتقد عن موضوعين. الموضوع الاولاني ان هو بيحضر تقريبا دورات وما بيستفيدش حاجه، صحيح. والحاجه الثانيه ما لهاش علاقه بالموضوع الاولاني، ان هو عمليه ان هو بينسى الحاجه، بينسى الاجابات، او اعتقد صح ده كلام مظبوط. صحيح. فهي في الحاجه الاولانيه ان لا يستفاد من الدورات، فدي ليها اسباب، فلا بد ان محمد يعرف الاسباب. نمره واحد، هل انا بحضر دورات علشان احطها عندي على السي في؟ حضرت الدوره دي، حضرت الدوره دي، ما في كده يعني. مثلا زي اللي بيدخل مثلا يدخل جامعه عشان ياخد شهاده مثلا او يعمل كده، فهو ايه كان ايه الهدف من الدوره، حضور الدوره؟ هل كان الغرض من حضور الدوره هو ملء فراغ او استفاده من موضوع انا مهتم بيه؟ دي نمره واحد. فمهم جدا ان الانسان يعمل الشيء اللي هو يرغب في فعله، الحاجه اللي انا يعني كفانا ان احنا نعمل اشياء ليست في رغبتنا، ولكن جست يعني فقط لملء فراغ، او ان انا اقول مثلا او اكتب ان حضرت دورات، ما لابد ان يكون فيه هدف في النهايه ان انا اعمله. دي نمره واحد. نمره اتنين، نفترض ان انا حضرت دوره في شيء انا مهتم بيه وانا بحب ارغب في ان انا اتعلمه ولم استفاد، فلابد ان انا اثناء الدوره لازم اعرف الاسباب، ولازم اكلم الناس في الدوره دي اللي انا ما استعدتش، لم استفاد منها. ودي الدورات المحترمه عاده بتعمل سيرفي استبيان في نهايه الدوره عشان يعرف ايه الثغرات اللي موجوده عشان يملاها. فإذا لما أحضر أنا الدورات لابد أحضرها في مكان على الأقل معروف أنه بيؤدي أداء الحسن. يبقى نمرة واحد أن أشترك أو ألتحق في الدورة اللي أنا مقتنع بيها وفايدتها وأرغب في معرفة فعلا عنها. ونمرة اثنين أن نختار الدورة اللي لها تاريخ أو لها سمعة طيبة. نمرة ثلاثة أن أنا أشارك برأيي في الدورة. من الممكن جدا ان انا اقول انا ما لم استفاد من ده لان كذا او ممكن، وطبعا بتقال بطريقة مهذبة يعني، ما تقولش مثلا والله انا مش فاهم حاجة منكم، لا لا لا، يعني
انا كان عندي قصور في الموضوع ده للاسباب 1 2 3 4 عشان اساعدهم ان هم يحسنوا وممكن يعملوا مثلا دوره ثانيه، بس لابد يعني دي ثلاث حاجات دي ممكن انا ما يعني في دوره ما استفدتش منها، بس بقى اتعلم منها بحيث انها دورات ثانيه مش مشكله. ما هو الانسان مش في كل حياته في كل شيء بيجربه كله بيبقى ناجح 100%، بس لازم اكون عندنا انا مساهمه بحيث ان انا اقدر على الاقل اتفاداها المره الجايه واحسن من الناس اللي هم كان عندهم قصور او في شيء ما كانش ممكن ما يكونش قصور، ممكن يكون المقيمين على الدوره ما كانش في بالهم ان الموضوع ده مؤثر، فابدا اديهم رايي بصراحه بصراحه وبطريقه مهذبه عشان يحسنوا من نفسهم. ده بالنسبه للموضوع الاولاني. بالنسبه للموضوع الثاني ان بينسى، انا نفس الموضوع بنسى كتير جدا، حتى لو سالت الطلبات اللي عندي كنت اقول لهم فكروا انت بعتوا لي طب ايميل عشان كذا بنسى. انا دي فدي يعني موضوع مهم صحيح، لكن هو في طرق كتيره جدا مع عمليه ان الذاكره. فمش عارف بالنسبه لمحمد هل اللي هو بينسى مثلا يقصد بينسى مثلا اشياء احداث ولا بينسى اجابات على اسئله معينه؟ لو هو بيتكلم من الناحيه الاكاديميه يبقى اذا لو هو بينسى الاجابه اذا هو كان حافظ الاجابه. فنمره واحد لا يجب حفظ الاجابات ولكن فهم الاجابات، ده بالنسبه للدارسين. وبالنسبه للمعلمين والناس القائمين على التدريس ارجوهم بشده ان هم يكونوا متسعين الصدر ان هم يتقبلوا الاجابات السليمه، ولكن ليس تجب ان تكون نفس الصيغه اللي موجوده، بالعكس شجعوا على اللي يجد اجابات بصيغ مختلفه ما لهاش صيغه واحده، الاجابه السليمه ليها صيغ واشكال مختلفه. فدي برضو مهمه هتشجع الناس اللي بتنسى دي، لان ممكن اللي بينسى عايز يقول الاجابه معينه، لا ممكن اعبر عنها بالطريقه اللي انت عايز تقول بس تكون سليمه او تكون فاهمها في الاول. طيب في سؤال يقول إذا الطفل قام بتجربة والشخص اللي بيشوف التجربة حاب يعدل عليها، هل في إمكانية إنه هو يعدل عليها أو يتركه كما هو؟ لا 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 يتركه زي ما هو يعني وخليه يخطأ. ده هو الإنسان بيتعلم الخطأ أكتر. ليه؟ لما أنا لما بخطأ واكمل واطلع خطا وبعدين لما باجي مره ثانيه ببقى عمري ما هخطا فيه ثاني، ولكن اذا حد صلح لي الخطا في اثناء التجربه لا ممكن في الاخر تناقشني وتخليني اكتشف الخطا، واذا ما عرفتش بقى اقول الخطا ده كده واثبته ليه. لكن ما ينفعش ان انا ادخل في نص التجربه، ما ينفعش، لازم اخليه يكمل الا في حاله واحده اذا كانت فيها خطوره. يعني في عندنا حاجات معينه خطورة، زي أنا بعلم واحد السواقة ببقى حاط إيدي على الفرامل بس بخليه، لكن لما حيزي نفسه بوقف السواقة. يبقى لازم إن هو لازم يخوض التجربة طالما هي سيف وآمنة يكملها، عشان حتى لو طلع نتيجة خطأ وأنا شايف، ما أنا بعتبر مش أنا شايف أخطأ ليه، فأنا مش هقول له لكن أقول له إيه طيب عيد التجربه وحاول تركز على وادهنت وانت بتعمل حاجه معينه، بس ما اقولوش انت عملت كده، لا خليه هو يجرب بنفسه ويكتشف بنفسه، وانا ابقى زي ايه المشرف سموه منتور، ان انا مشرف باخد بس مش باخد ايده امشيه، لا الطفل لما يجي يمشي بخليه يمشي بحس ما يقعش لكن خليه يحاول ويقع ويقوم. هو ده المفروض الانسان كده، الانسان هو كده الطبيعي. جميل. طيب استاذه زينب تفضلي سؤالك. ايوه مع حضرتك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا زياد، صراحه سعيد لاني تعرفت على حضرتك يا دكتور، بس انا عندي سؤال بسيط. اتفضل زياد. هو انت الوالده عرفتني انك دكتور في الهندسه الكهربائيه، وانا عندي شغف كبير في الهندسه الكهربائيه، ونفسي اعمل حاجات كتير، ومنهم ان اعمل يعني ايه روبوت مساعد بحيث يكون اول روبوت يصنعه انسان مصري. اوكي ممتاز، فانت تنصحني اعمل ايه؟ اوكي انت دلوقتي يا زيد عندك كم سنه؟ عندي نقدر نقول تقريبا 11 سنه. طب ممتاز، 11 سنة يعني خلاص تقريبا في الصف الخامس الابتدائي. لا الرابع ابتدائي. الرابع ابتدائي، اسف انا نسيت بقى، خلاص الرابع ابتدائي. طيب
انت بتحب بتقول بتحب الهندسه الكهربائيه صح كده؟ اه. بتحب ايه في الهندسه الكهربائيه؟ يعني بحب اللي بيصنعوا بيها، يعني انا عن نفسي مذهول اللي بيعملوه في الايام ده، يعني من روبوتات واجهزه جديده متطوره من اللي قبليها. يعني زمان طبعا كلنا عارفين زمان كل حاجه كانت يدويه ولازم نعملها بنفسنا، بس ايوه دلوقتي العقل البشري اتطور وبقى يعني ايه يقدر يعمل اللي يقدر يعمله ايه المستحيل، مثلا يطير بالجيت باك الحقيبة النفاثة، او حتى يكون في تاكسي بدون سواق. بدون سواق، اه حاجات كلها اوتوماتيك. اه ايوه طيب، فأنا شغفي في الحاجات ده هي الروبوتات باختصار. الروبوتات مهتم بيها. طيب بسيطة جدا يعني الوقت ده، بالعكس يعني انت محظوظ لان الوقت فيه حاجات للروبوتات كتيرة جدا موجودة، فممكن تبتدي بكت صغيرة جدا للروبوت، لكن قبلها في بعض الحاجات لازم تعرفها يا زياد، تتعلمها زياد. يعني مثلا ايه يا دكتور؟ يعني مثلا تتعلم في بعض الكتات الصغيره، انك انت ازاي تخلي يعني ايه كت؟ نعم كت، يعني ايه كت؟ كت يعني تقدر تقول زي نموذج؟ نعم نموذج؟ تقصد نموذج؟ نموذج. اه ففي نماذج صغيره لحاجات بسيطه اللي هي تسبق الروبوت بحيث انها تساعدك. يعني مثلا في بعض النماذج الصغيره ازاي ان لمبه تنور لما تحرك ايدك فوق شيء، او تعمل صوت لما النور يطفي او ينور. ففي حاجات اوتوماتيكيه كتير، نماذج مصغره موجوده الوقت في السوق كتيره جدا، فابتدي بيها بحيث انك انت تتعلم ازاي انك انت تركبها، معموله مخصوص للاطفال بحيث انها تتركب، ما هياش على شيء لوحه كهربيه من اللي هي بتاعت الناس اللي هم البروفيشنال، لا دي بتبقى معموله بخصوص زي مكعبات كده بتتدخل وانت فيه تحكم فيها بتعملها. دي نمره واحد. الحاجه الثانيه انت ممكن تجيب بعد كده، يعني بعد ما تمر المرحله دي انك انت تاخد بعض النماذج الصغيره زي كيف تنير مصباحا اوتوماتيكيا، او ازاي حاجه بتتحرك باللمس باليد او بالاشاره، او بعض الحاجات اللي هي الصغيره زي كده، ان تبدا تفهم المبادئ بتاعتها. بعد كده ممكن تجيب روبوت صغير زي مثلا اللي موجود في السوق كتير، زي مثلا الليجو وحاجات كمان دلوقتي ظهرت حاجات كتيره جدا، ممكن ابعت لك انا بعض اللينك ليها، وهي مخصصه للسن بتاعك بالظبط كده، فبتعلمك تتعلم فيها ازاي انك انت بتركب الاجزاء مع بعض بحيث انك تعمل نظام متكامل. دي نمره واحد. هتتعلم انك ازاي تعمل برامج باستخدام الرسومات، يعني بيكون عندك الرسمه موجوده للبرنامج، مش محتاج انك تكتب، محتاج بس انك انت تعملها زي بلوكات بالرسم. زي سكراتش كده، في تطبيق عندي كده في اللابتوب اسمه سكراتش، بحط اه بلوكات مع بعضيها بالظبط بس كده، اطبق التعليمات وكل حاجة بتمشي معايا زي الفل. ايوه زي الفل بالظبط كده. فدي الحاجات اللي ممكن تعملها في الوقت دوت، لاني انت بتفكرني زمان انا كنت كده، كنت حتى بس من ايامنا ما كانش فيه عندنا حاجات كتيره زي الوقت يعني. فالوقت ما شاء الله في حاجات موجوده كتيره بالموضوع ده، فانت تختار بعض النماذج المصغره اللي بتعمل اوتوماتيكيا زي مثلا اناره مصباح كهربي باللمس او بالاشاره او بالتغطيه اللي بتبقى موجوده فيها أو حاجات حتى شبه بالصوت، الحساسات. نعم أو حتى بالصوت تعمل صوت او معين بالصوت او ينور النور. اه فدي لازم بس ما لا لازم ما بتعمل تجيب الحاجه اللي هي الامنه اللي هي بتستخدم بالبطاريات علشان ما يبقاش فيها، لان انا مش عايزك تعمل زي ما عملت. انا اتكهربت كتير وانا صغير، وانا في سنك ومن 10 سنين وانا بتكهرب، واخد بالك؟ فاوعى خلي بالك من الموضوع ده. بصراحة يعني مرتين اتكهربت في أسبوع واحد. اقول عشان كده ما تستخدمش اي حاجه بالكهرباء بتحط في الحيط، لازم كله بطاريات فقط. يعني موجوده حاجات كتير زي كده. وبعدين اتعلم انك انت الحاجه لما تيجي تركبها وتعملها لازم تسال نفسك، هي مثلا لما تشوف الروبوت العجله بتتحرك، مثلا العجله بتاعت الروبوت بتشوفها بتتحرك في اتجاه عقارب الساعه، واخد بالك؟ فانت تسال نفسك تقول ليه هي بتتحرك في اتجاه عقارب الساعه؟
طب انا عايز اعملها في عكس عقارب الساعة، اعمل ايه؟ وتدور وتحاول تشوف تعمل الحكاية دي، مش عملية انك انت تركب وتشغل، لا. لو انت ركبت مهارة كويسة كويسة في عملية ترتيب انك بتعمل من مكونات نظام متكامل، ده كويس، مهارة كويسة. لكن المهارة المهمة عندك اللي لازم تفكر فيها انك دايما تسأل نفسك، هي العجلة بتتحرك في اتجاه عقارب الساعة، ايه اللي بيحصل؟ الروبوت بيتحرك لقدام ولا لورا؟ طيب ايه اللي بيخليها تتحرك؟ طب ازاي؟ وتسال طب عايز اعكس حركتها، طب اعمل ايه؟ هتلاقي نفسك انت بالسؤال ده وتحاول تعملها، هتلاقي نفسك انت استفدت فايده كبيره جدا. يبقى انت بتركب ماشي الحال، وبتتعامل تعلم ازاي بتبرمج بالصور في البرنامج الصور ده، هتقول طيب هو البرنامج ده كان عامل عشان يلف العجله لقدام باتجاه عقرب الساعة، طب أنا عايز أعملها العكس. وحاول بقى مرة اثنين عشرة عشرين لحد لما تعمل، هتلاقي نفسك اتعلمت بشيء لا يمكن تتخيل. ماشي، هو في مدرسة تنصحني بها أقدر أقدم فيها عشان أتعلم ده كله؟ انت عندك في مواقع كتير يعني موجودة كتيرة بالنسبة للروبوتات. معرفش هل في أندية موجودة. أنت الأول في مدرسة إيه طيب؟ هل أنت موجودة في مدرسة؟ أنا في مجموعة خاصة الوالدة عملها فقط. ممتاز ممتاز، يعني عامل هنا زي أمريكا بنعمل نسميها هوم سكولينج. ممتاز. لابد لابد بص لابد أنك أنت تتواصل من خلال المواقع مع الأندية بتاعت الروبوت والأندية العلمية. عندنا يا دكتور في مصباح. طيب انا ما وصل. ممكن مصباح، انا عايزه كمان يعني يبقى مصباح ولازم يشوف يبص على مصادر كمان. صحيح جدا. يعني مثلا هو نفترض ان هو مثلا شارك مصباح ومصباح عملت انشطه، تمام، لابد انتوا كمصباح برضو ما تخلوش الناس المشتركه ما ان انتوا المصدر الوحيد، يعني انتوا عشان تاخدوا المعلومه، لا، انتوا مشرفين موجهين. صحيح. يعني مثلا عايزين يستخدموا حساسات سنسور يعني، فتقول لهم مثلا، وممكن ارشاد والله في روحوا على حسب السن، فتقول لهم مثلا ايه، تقوم مدينهم المصادر عشان هيكون احتمال يكون الطفل في سن معين مش هيقدر يعمل السيرش اللي هو وهيتعب نفسه ويعمل مجهود كبير، فتدي له مصادر، يبقى هو تعبه محدود في المصادر اللي هو معطاه على حسب الفئه العمريه. صحيح. يبص فيها، فانتوا بتعلموه ازاي يبص على المصادر، بس ما تيأسوش الواحد، يعني واحد مثلا صغير ويروح على الجوجل مثلا مصادر فيه الاف الاف المصادر، لكن انت اربع مصادر بعد ما درستوها بحيث ان هو ايه يتعلم ان هو يعمل سيرش، بس ايه تشجعوه ان هو لما السيرش لقى نتيجه، ده مهم، فتدي له مصادر بحيث ان يقدر يلاقي معلومات. ليه؟ انا عايز ان هو يتعلم البحث، لان احنا قلنا في طريقه التفكير العملي في خطوات، في ملاحظه، في سؤال، في تجربه، وقبل التجربه بيعمل بحث. طب هيعمل بحث ازاي؟ بيعمل بحث باسئله المصادر، مين هي المصادر؟ اشخاص متخصصين او كتب او مواقع، فانت قدوم الفرصه ان هم ازاي يعملوا بحث، وتكون من ضمن الاساينمنت، من ضمن الواجب اللي بتعمل بحث لايجاد حاجه معينه، بس البحث بقى ايه لا يفرض. خلي بالكم انا عملت الفيديو اللي هو بتاع العلم النفسي في المكان ده، ما اخترتش الموضوع يعني كده عشوائيا، انا اخترته عشان اقول شيء مهم جدا، تغيير المكان او اختيار الانسان يجبر على شيء معين، حتى لو بزوق له الاوضه، شوف بزوق له انا بقى لخبطها بقى واعملها بالذوق بتاعي انا، بتقل انتاجيه الانسان. يبقى لازم لما يجي تدوا الفرصه لكل الجيل اللي جاي، لازم تدوهم فسحه من هو انه يقدر يختار بنفسه، وان هو بنفسه اللي يختار المكان والموقع اللي ياخد منه الحاجه، انتوا تبقوا مشرفين منتور. صحيح جدا. طيب نسمع السؤال اللي بعده. اوكي، تعليم مكه. اهلا استاذ احلام، حياك الله. أستاذ أحلام. هي ميوت. خليها ميوت تقريبا. أيوة فتحت. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله. أول حاجة أعطيكم ألف عافية، شكرا دكتور، الله يجزاك خير إن شاء الله، شكرا لكل القائمين على مصباح، الله يجزاكم ألف خير، ولقاءاتكم الجدة الرائعة والمميزة والمفيدة حقيقة. هي مداخلة بسيطة مش استفسار، يعني بحكم أنا قائدة مرحلة ابتدائية وأم في نفس الوقت، فحقيقة عشان نستطيع أن نصل بطفل بصورة عامة مرحلة ابتدائية وما كان لمرحلة التفكير العلمي، فهنا تقع مسؤولية كبيرة جدا على المعلم في المدرسة وعلى الأم والأب في البيت، إن إحنا بالفعل لابد أولها إن إحنا نكتسب مهارات إنه أنا كيف أثير الدافعية داخل الطفل من أجل أي مشكلة تقابل يقدر إنه هو يفكر فعليا ويقدر يعني ويتحمل نتيجة القرار اللي راح يوصل له. ويليت من كل معلمة بالفعل تكسب نفسها القدرة على إثارة الدافعية لدى الطفل في التعليم عندنا، خصوصاً نحن يعني مؤطرين بمكان معين بمناهج محددة بزمن معين، ممكن ده شيء نوع من الفرض على الطفل، لكن متى ما اكتسب المعلم المهارة في أنه بالفعل يحول كل المواضيع والمحتويات في المواد عندنا لمشكلة تطرح بطريقة مشيقة للطفل، حنستطيع إن شاء الله نصب أطفالنا إلى نغرس جواهم ممارسة مهارة التفكير السليم والبحث السليم، حتى نصل إن شاء الله بأبنائنا وبناتنا. حتى الأم في المنزل لها دور كبير إنه بالفعل أخطاء الطفل تستطيع إنها بدل الخصام والعقوبات، ولا إنها مشكلة يلا والطفل يختار كيف يقدر بالفعل يحل هذه المشكلة، أو إنه إيش الشيء السليم، أو تحط لهم مثلا خيارات. فحقيقة في ظل ما شاء الله مداخلات كبيرة لمجتمعنا والبرامج والتقنية والنت، فالطفل يحتاج كثير من الأم ومن الأب ومن المعلم في المدارس إنه يكون ساعد له وبالفعل يكون داعم له. فهي مسؤولية كبيرة، الله يعيننا ويعين الأسر في المنازل حقيقة عشان نستطيع نصل بهذا الطفل إلى إن شاء الله مستوى يتناسب مع تحديات العصر الحالي اللي احنا فيه. يعطيكم عافية، هي مداخلة بسيطة إن شاء الله مش أكثر يعني. شكرا، يعطيكم العافية. وأنا أكمل على حضرتك، يعني الكلام حضرتك بتقول مهم جدا، وفي عندنا أصل مشكلة تانية بقى اللي احنا أحيانا الأباء والأمهات بيريحوا دماغهم ويدوا الموبايل لأولادهم أو يفتحوا لهم التي في ولا حاجة يقعدوا نشغل الفراغ على كرتون وخلاص على كده، ودي سيئة جدا. أنا عندي هنا أولادي كلهم عايشين هنا في كليفن أوهايو، وولادهم مش في مدرسة على فكرة، يعني هم سكولينج قاعدة معهم أمهم وأبوهم يعني في المرحلة دي. أنا بشوفهم، أنا طبعا معلمهم أن هم إزاي يستخدموا، طيب بشوفهم الأولاد اللي هم أحفاد يعني مبسوط جدا من الطريقه دي. يعني ليه مثلا كانوا بيعملوا حاجه تجربه، ابوهم كان بيعمل تجربه معاهم ازاي يعمل نوع انواع الشاي بالبكتيريا بالتخمير وحاجه زي كده، وكل يوم بقى يروحوا ويشوفوا ويلاحظوا اللون بقى حصل، اللون حصل ايه، الريحه ايه، الغاز طلع ايه. والولاد اتعلموا اكتر من المدرسه، لان هم كل يوم في حاجه، في اكتيفيتي بيعملوها، في اكتيفيتي وشايل عنهم الموبايلات خالص تمام. فالولاد طالعين ان هم كل اهتمامهم عايزين يعملوا تجارب حلوة ويعرفوا النتيجة بتاعتها. فلابد هو دي الطريقة ازاي ان انا يعني الوقت اللي زي ما حضرتك تفضلتي ان هو في مسؤولية على المعلمين وفي مسؤولية على الاب والام. يعني الابن بيروح او البنت بتروح المدرسة في فترة ومحدودة مع الفترة الموجودة مع كل مدرسة، وبعدين بيرجعوا البيت معهم الام والاب والاسرة كلها. طب هيعملوا ايه بقى في البيت؟ ده مهم جدا. هيريحوا دماغهم الاب والام ودوا موبايل يروحوا يلعبوا بيه ولا الايباد، ولا هيعمل لهم حاجه على جنب كده بحيث ان هو اكتيفيتي كل يوم يحب على الاقل يحببوهم في التجربه نفسها، بدل ما يحببوهم ان هو اصبحهم يقعد بس شويه يلعب على الايباد. جميل جدا. طيب نسمع اخر سؤال من استاذ اسماعيل. السلام. شكرا استاذ غازي على بس كان عندي سؤال. يعني انا كوالد عايز اشجع الاولاد ان هم يعني يكتشفوا اللي هم بيحبوه كده، بس في ضغوط من المجتمع على الدرجات وعلى الفرص اللي موجودة في المجال اللي الواحد مهتم بيه، مثلا مش بيدفع فلوس كويس أو حاجات زي كده. فهل أنت شايف إن ده مثلا مشكلة سائدة، وما هي الحلول للمشاكل دي؟
يعني دلوقتي اعتقد ال ال عايز بس افهم السؤال. في مشكلتين، اللي هو مشكله ان في الطالب ما يعني مقصور عليه عمليه الدرجات، فما مش هيكون عنده فرصه انه ياخد الطريق السليم. دي اعتقد ده السؤال. وفي ده دي حاجه. والحاجه الثانيه، بس ما فهمتهاش كويس، او الحاجه الثانيه اللي هو في يعني في ضغوط من المجتمع، يعني مثلا الواحد يكون عنده شغل كويس بيدفع فلوس كويس، بس ممكن المجال الواحد مهتم بيه ما بيدفع فلوس. هي فعلا هي مشكلتين مهمين جدا. نمره واحد، يعني هو القيود اللي هي اللي موجوده على الانسان بحيث ان هو ما يقدرش ان ياخد الطريق ده. هو طبعا في حاجه، هو اهم حاجه الانسان دي، يعني دي اول حاجه اللي انا اتكلمت فيها، هي اهم حاجه في الانسان ان هو لابد ان هو يعمل الشيء اللي هو يرغب فيه ويحبه وعاوز يعمله. والانسان لما بيعمل الشيء اللي هو بيرغب فيه سيجيده ويكون متفوق في هذا المجال. هي المشكله بتبقى موجوده ايه؟ لو الانسان اصلا مش عارف اللي هو ايه الشيء اللي بيحبه او بيرغب فيه، ويبدا يدور على الشيء اللي والله اللي هيجيب له مثلا فلوس اكتر او يحسن في الشيء اللي انا اعتقد ان هو في الموضوع ده. اولا لازم الاب والام يعرض الاشياء كتيره على الاطفال، يعني يخليه اكسبوزد، يخليه معرض لمساحه كبيره من الانشطه، ما يكونش محدد لنشاط واحد معين. ليه؟ علشان يدي للطفل اختيارات كتيرة. لأن ببساطة شديدة جدا الإنسان ما يقدرش إن هو يختار شيء ما شافوش أو ما جربوش، أو السنز بتاعه أو أجهزة الاستشعار اللي عنده ما شافتهاش، مش هيعرف المجهول. حتى احنا لما بنتخيل شيء لينا فيه تجربة فيه. لابد ان هو ايه، نمرة واحد، ان الطفل يعرض عليه اشياء مختلفة كتير في مساحات مختلفة في انشطة مختلفة. دي نمرة واحد، فعشان يقدر عنده فيه مساحة كبيرة من الاختيار. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، ان هو بعد كده لما هو الطفل يختار شيء معين او اشياء معينه، يبدا ان هو يشجعه في الزياده او الاستمرار في المجال اللي هو اللي حبه ده. وما ما 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 اعتقدش ان رايي ان هو يجب ان هو يخاف من موضوع اللي هو ان هو ده هيجيب له فلوس ولا مش هيجيب له فلوس او حاجات زي كده. لان هو بالطبيعه ان هو اذا اجاد الشيء فهو هيكون ناجح. زائد ان هي ان ممكن ان 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 نفترض انه اختار حاجه شيء معين، واللي اختاره ده نقدر نقول ان هي ما يكونش فيه دخل كبير مثلا مادي، نفترض حاجه زي كده. ما فيش مانع ان هو يعمل الشيء اللي بيحبه ويكون على جنب مثلا في نوع من انواع البزنس الصغير اللي ممكن يقدر يساعده على الاستمرار في تكلفة الحياة. لكن ما ينفعش ان هو ينغمس انغماسا كليا في شيء ما بيحبوش ومعتمد عليه ان هو ده مصدر الشغل بتاعه، مصدر المال، مصدر كل ما 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 هيبقى عايش عيشة تعيسة. هيبقى ما هو لما هو الانسان في الاخر وعايز يعيش سعيد. طب عايش ايه السعيد؟ هل هيكون مفروض عليه الشيء دوت ان هو يعمله لن يجيده وهيكون عايش سعيد تعيس طول حياته؟ فلابد ان هو يعمل الشيء اللي هو بيحبه، بس لازم في البدايه نمره واحد ان يكون ايه، معرض يعرض عليه جميع مجالات المختلفه ليجيده، وبعدين يبدا التشجيع في ممارسه هذه الانشطه اللي هو بدا يحبها الطفل. نمره ثلاثه، لان ممكن ان يكون موجود يعني العمل اللي هو بيعمله ممكن يكون موجود معاه مثلا زي بزنس صغير او حاجه صغيره بحيث ان هو يعمله ده، ولا يخاف من الـ من الـ ما يرغمش نفسه ان هو لازم ياخد الشغله دي علشان يبقى دخل معين، تبقى تعيسه جدا. دي نوع مهم جدا. السؤال الثاني اللي هو كان ناحيه الضغوط الاقتصاديه او اللي موجوده، اعتقد يعني ضغوط اقتصاديه للتعليم معين او شيء معين. يعني اعتقد السؤال مثلا، افترض ان انا عايز ادخل جامعه ولكن الجامعه دي تكلفتها كبيره
يعني ما فيش فيه الدخل اللي ممكن ادخل التحق بالجامعه دي عشان اعمل فيها المول دي. مش لازم ان الانسان يحقق الهدف بتاعه من خطوه واحده. يعني ايه؟ يعني لو انا مانيش عند المقدره ان انا ادخل جامعه معينه تكاليفها كبيره، انا ممكن اخدها خطوات. يعني ايه اخدها خطوات؟ ادخل شيء، مش لازم تكون جامعه، ممكن تكون زي مثلا معهد بسيط تكلفته بسيطه في نفس المجال، وبعد كده لو انا ارغب في الموضوع ده انا هستمر بحيث ان انا اقدر اكون المطلوبات الماديه بحيث ان انا التحق لو حبيت في الجامعه علشان اقدر اعمل الشيء اللي انا عايزه. ولكن هو برضو في حاجه مهمه جدا، هو مش كل شيء بيتحقق من داخل الجامعه فقط. يعني مش لازم يكون الانسان في لو احنا بصينا لكل الناس الناجحين مش هنلاقي كلهم ان هم يعني كانوا في الجامعات وكلهم حققوا مثلا درجات ممتازه في الجامعات، مش شرط. لكن بنقول لو فرضنا ان ده في انسان عايز يتعلم اكتر وعايز يعمل ما فيش مشكله، لكن مش لازم ياخدها من اول خطوه، من اول خطوه يحط نفسه في شيء هو ما يقدرش. لا، ممكن احقق اللي انا عاوزه في اطار معين، في مجال معين، بحيث ان انا اقدر احقق اللي انا، بس مهم يكون الرغبه تكون اللي انا فعلا اللي انا عاوز اعمل الشيء ده، ارغب ان انا اعمل الشيء ده عشان اكون منتج فيه، عشان يكون فيه برودكتيف، يكون انا فعلا بعمل شيء مؤثر فيه. مش ما ينفعش ان انا اعمل شيء انا ما اصلا لا ارغب فيه ولا اجيده ولا اعمل، لاني لن اعيش سعيدا نهائي، ولن احقق شيء حتى للناس اللي انا بشتغل معاهم نهائي. ولكن لما نقول لو كانت الخطوه اللي انا عايز اعملها كبيره او في بعض العوائق الماديه اللي موجوده، ما فيش مانع جدا ان انا اعملها في خطوات صغيرة أو كبيرة على حسب الساعة بتاعتي، بعمل خطوات بحيث أن أوصل للشيء اللي أنا عايز أعمله. ما تفرقش السن اللي هياخده، لأن أهم حاجة في الإنسان هو أن يكون سعيدا، ويكون سعيدا ويكون مؤثرا على الآخرين بتأثير طيب، ويعمل شيء مفيد. ده هو الهدف المفروض لكل البشرية اللي موجودة يعني. لكن ما أضحيش بأشياء فقط للعائد المادي، يعني ده رأيي أنا. جميل جدا. طيب الله يعطيك ألف عافية دكتور محمد. الله يبارك فيك. قصرت تعليق جدا رائع ومفيد لكل اللي حابين، اللي دخلوا متأخر وحابين يشوفون اللقاء مرة ثانية، يقدر يشوفوه عن طريق موقع مصباح في اللقاءات المسجلة. وشكراً للجميع لحضورهم، يعطيكم ألف عافية. The Queen عندها سؤال. طيب The Queen، صراحة أنا ما أقدر أقفل اللقاء من غير ما تسألين، لأنه أنت من أول تكتبي لي عندي سؤال وبعدين تختفين عن الشات، فنسمع سؤالها. إيش رأيك دكتور؟ ماشي، تفضل. يلا تفضل يا The Queen. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرة أسفة لأني بطول معكم في اللقاء وكذا. أبي أشكر الدكتور أول شيء، وأشكر الصباح المصباح، يعطيكم ألف عافية أنكم منحتونا الفرصة العظيمة هذه أن احنا نشارك خبرة الدكتور، الخبرة الرائعة لا مثيل لها، ووقته الذي لا يقدر بثمن. الله يبارك فيك. والله يا دكتور أنا عندي سؤال ومشكلة أعاني منها من الموضوع اللي حضرتك طرحته اليوم، أن هو كيف أخلي الطفل مفكر ويتدبر الأشياء اللي حوله، ويكون عنده هو القدرة أو القابلية للتفكير، وأن هو خلاص يركز على الشيء اللي أنا المهم مثلا أنا أعطيها إياه وأقول له خلاص يعني والله أنت لازم تسوي كذا كذا، وبس أعرف وش يسوي وأخليه هو اللي يعني يتصرف مع نفسه يعني خلاص، وما أعطي نتيجة، ما أقول والله أنت توصل للنتيجة هذه وخلاص، يعني أعرف يعني اللي هو إيش يعني لازم يسوي، بس ما أعطي نتيجة ولا أعطي شيء، يعني أنا فاهمه أنه ده هو الطريق الصحيح. لكن يعني أنا يعني بعطي اللي هو الموتيفيشن
وبفهم الفكرة الصحيحة، لكن الطفل اللي قدامي ما عنده القابلية أو عنده الإرادة إن هو يستمر معايا بالنظام ده. يعني أنا مثلا أكون أحمس وأشجعه على إنه يفكر ويتدبر من نفسه، إنه يجيب أفكار، ما يحبس نفسه في الصندوق، يفكر خارج الصندوق، لكن الطفل نفسه رافض الشيء ده، وهو شايف أصلا الناس اللي حواليه ناس متفتحين، ناس متفكرين، يعني عايزين يوصلوا للأفضل وعايزين يفكروا مش بنفس التفكير بتاع الناس اللي قبلهم وكده، لا هو عايز إيه، يفكر في حاجة جديدة، يفكر في حاجة مختلفة. فمثلا لو أنا عندي طفل مش شبه الناس دول خالص وعايز أخليه يبقى زيهم ويكون عنده اللي هو التفكير وده كله، مع إن الطفل ما مش هو رافض الفكرة أصلا، هو عايز إن هو خلاص يقعد واللي يتقال له يتعمل يتعمل وبس كده، مش عايز هو يقعد يفكر ويشغل دماغه. فأنا إزاي أتعامل مع الطفل ده؟ أنا إزاي أحببه في الحاجة ده مع إني فهمته ونصحته وعملت كل وأنا حاجة؟ وأنا عندي سؤال كوين، أنت حضرتك بتتكلم عن ابن حضرتك؟ هو مش ابني لي، لكن يعني في حد من أفراد الأسرة. حد طيب، عمره كم عام؟ هو في المرحلة الابتدائية، المرحلة السادسة. يعني تقريباً 12 سنة مثلاً أو كده يعني. هو بالنسبة، هل معرفتك لتاريخ هذا الطفل مثلاً من صغره لحد 12، كيف كانت طريقة التعامل معه؟ الأول معلش أنا هسألك سؤال مهم جدا، لأن زي ما قلت لك لحضرتك إن هو الشيء المهم الاستخدام اللي هو الفرونتال لوب اللي هو الفص الجبهي المقدمي ده، هو المهم بيعتمد على عاملين، العامل النفسي والعامل التدريبي. فأنا الأول خلينا أتكلم عن العامل النفسي. ما نفسية هذا الـ 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 الولد؟ هو ولد صح كده؟ لا هي بنت الصراحة. هي بنت. طيب ما هي حالتها النفسية، أو الـ 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 بمعنى إن ما هي علاقتها بالأسرة بوجه العموم، وكيف تعامل؟ هل تعامل مثلا، هي ليها طبعا إخوات صبيان. طيب هل طريقة المعاملة معهم من الصغر، لأن لما تتكلم حضرتك على واحدة عندها مثلا 12 عام، ففي عندك مسافة كبيرة جدا من 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 من, من 4 سنوات ل 12 سنة، 8 سنوات، ايه اللي حصل فيهم نفسيا وكيفية التعامل مع تفكير هذه الطفلة؟ فالأول مش عايزة طبعا تقولي على اي اسرار، ولكن هو باختصار، هل حالتها النفسية كانت متزنة، والعلاقات الأسرية والاجتماعية كانت متزنة؟ هو الصراحة يا دكتور في البداية هي كانت متزنة والأمور كانت كويسة تماما، يعني الأمور خيرة من الشوائب، لكن جات فترة بعض من أعضاء الأسرة اضطروا إن هم يسافروا عشان يكملوا مرحلتهم الدراسية في الخارج، فيعني يعني احنا كنا دايما محصرين نفسنا في البيت، مش بنطلع ونيجي، ما فيش تعامل مع الناس، ما فيش قرايب وكده، عشان احنا في منطقة يعني في بلد مختلفة عن البلد بتاعتنا اللي احنا فيه، فالقرايب بتاعتنا مش موجودين في المكان اللي احنا فيه، فهو بس المجال الأسري هو اللي كان موجود، ما فيش أصحاب، ما فيش كده، بس هي كانت المجال الأسرة. فالناس اللي هي كانت متعودة عليهم اللي هي أخوانها يعني ايه اضطروا انهم يطلعوا برا عشان الدراسة، فهي يعني أحس إن هي لقت الدنيا فاضية، ولقت إن هو في نقص، النقص مش مكمل، اللي هو اللي هي كانت تحس يعني حاجة، تحس إن في حاجة نقصت منها. فأنا يعني متأكدة إن الحاجة دي أثرت عليها نفسيا، ويعني مش مخليها زي ما هي كانت طبيعتها الأولى. يعني أنا ملاحظة إن هو فعلا طبيعتها الأولى مختلفة عن طبيعتها دلوقتي. طبعا فده لازم الجزء ده نمره واحد، لازم ان هو يملأ هذا الجزء، وازاي ان هو الجزء ده يملأ، لابد ان لو فرضنا ان ما فيش مثلا اصحاب كتير او موجودين في محيط الاسره ومحيط العائله الغالبيه، ما فيش مشكله. وطبعا هو مهم ان الواحد يعرف برضو من خارج الاسره، مش لازم يكون عدد كبير ولا اي شيء، لكن الوقت اصبح التركيز كله على الاسره، فبيبقى اللود، الحمل كبير جدا على الأسرة، ان هم ازاي يملوا الفراغ العاطفي والفراغ النفسي
عند هذه الـ الـ يعني الأخت، لابد ان هي ازاي بحيث ان هو يكون مثلا في أنشطة كتيرة بتتضمنها معاها وبتجعلها جزء مهم ومحوري. يعني ممكن ان هي يتعمل مثلا زي بيكنيك مثلا، والخروج للخارج مع بعض وتقوم بعض النزهات، وتكون فيها اشتراك بحيث ان هي لابد انها تحس ان هي عضو مهم من الاسره اللي موجوده وليها، وفي ناس مهتمين بيها. ده مهم جدا، لازم الانسان في هذا السن يحس ان هو مهم وفي ناس يعني هناك حب وهناك روابط وهناك اهتمام. لأي إنسان بيحب، أي إنسان في الدنيا بيحب إن هو الناس الأخرى تهتم به، وخصوصا في هذا السن، لأن هو الإنسان أول ما بيتولد هو صغير بيحس إن هو مولود في الدنيا دي، الدنيا دي معمولة كلها عشانه، وبيبدأ يفهم الأمور شوية بشوية، لكن بيبقى مازال موجود جزء منها موجود كبير، فلابد إن هذا يعوض بطرق مختلفة كتيرة جدا. دي نمرة واحد. نمرة اتنين بالنسبة لعملية التفكير بالطريقة، لابد هو السؤال، هل هي يعني هل هي كانت يعرض او متاح ليها انشطه كتيره بحيث ان الانسان يقدر يعرف انا بحب ايه؟ لان زي ما قلنا ان هو اذا انا محطوط جوه غرفه مغلقه انا مش هعرف، مش هحب شيء. لو انا محطوط جوه غرفه مغلقه معايا الكمبيوتر بتاعي ومعايا الاد بتاعتي ومعي او التي في بتاعي بس، فانا محدود الاكتشافات، فلا بد ان هو يكتشف، لازم الانسان يكتشف بنفسه. فهل يعني ازاي يكتشف؟ اوكي، ممكن مثلا ممكن يروح المتاحف، المنتزهات، عرض بعض الانشطه اللي موجوده في الرياضه، في الفنون، في العلوم، لابد العرض على اشياء كتير جدا وانغماسهم في هذا الموضوع، بس يكون بطريقه مشيقه. يعني لأن الإنسان في هذا الفترة بيكون عايز شيء شيق بأسلوب معين. يعني الطفل اللي هو مثلا من 5 سنوات 7 سنوات 8 سنوات غير الطفل المراهق، بيكون كل واحد بيبقى ليه أسلوب معين في التعامل، لكن في النهاية كل بيحب إن هو يكتشف، بيحب إن هو يبقى عنده الكرياستي، عايز يعرف، عنده التحفيزية. فممكن إن مثلا تشوفوا إيه الحاجات اللي هي مهتمة بيها الوقت حاليا، يعني بداية ايه الحاجات اللي هي بتهتم بيها، وتبداوا في هذه النقط بعمل بعض التجارب في الاشياء اللي بتحبها دلوقتي. بعد كده نبدا في عمليه توسيع الرقعي. يعني مثلا لو نفترض ان هي مثلا بتحب النباتات، تمام، بتحب النباتات، طيب ابداوا مثلا تبدا بزياره للاماكن اللي موجود فيها النباتات، لو مثلا في معرض للنباتات او اماكن مثلا لو انتوا عايشين في جده مسطوح الطائف، تروحوا اماكن معينه وتشوفوا النباتات، ومطلوب منها ايه؟ يا احنا عايزين نشوف النباتات اللي موجوده دي ونرجع لاسمها الاصلاني، بتسمى ايه وايه المميزات بتاعتها، يعني ايه، تشوفوا الاسلوب اللي هو يحفزها ان هو بتحب النباتات انها تروح وتكتشف النبات نفسها وتعرف اصول النباتات وتزرع فين. طب احنا عايزين نعرف ايه اللي بتزرع جوه اندور وايه اللي بتزرع اوت دور، طب ده عايز بينمو ازاي وده بينمو فين، طب دي اصلها من انهي بلد. يعني لازم فيها الاسئله اللي موجوده بحيث ان يبقى فيها طريقه بحثيه تشجع ان هي لو بتحب النباتات، وات ايفر، بتحب الحيوانات، يبقى لازم نشوف المجال بتاع الحيوانات ازاي احنا نستعرض هذه الامور بطريقه شيقه. يبقى في البدايه انا بشوف الانسان هو بيحب ايه في هذا. طالما انا لو انا مسؤول عن هذا الشخص وما عرضتش امور كتيره على هذا الشخص، فهذا الشخص هذا الابن او البنت مش هتكون عندها مجال لاختيار شيء، لان انا ما تعرضتش عليها شيء. ازاي هختار شيء انا ما تعرضتش عليا؟ لازم يعرض عليا الاول، او انا يبقى يعني او انا شفته في حياتي، فلازم تتيح الفرصه ليها. لكن الوقت في هذه المرحله في هذا السن مش هتقدري تعرضي عليها شيء جديد، فانت تبتدي من الشيء اللي هو بتحبه. بعد لما تشتغلي معاها على الشيء اللي بتحبه، حببيها بقى في الطريقه اللي هي استخدمت. يعني هي استخدمت زي ما قلت مثلا النباتات، هتروح مثلا النباتات تعمل حاجه. طيب بعد كده ابداي اعرضي عليها بقى ايه، مش ترغميها، لا اعرضي عليها حاجات امور تانية اخرى ممكن ان هي تشترك فيها.
فالجوب بتاعتك التاسك بتاعتك دلوقتي صعبه، لان هي مش صعبه جدا، لان هي ما زالت 12 سنه. مرحله الفصل اللي موجود ده الفرونتال لوب ده، ده بياخد وقت كتير. يعني بيبدا من قلنا بيبدا من 5 ل 7 وبعدين من 12 بيستمر بقى لمده طويله. فما زالت موجوده الفرصه، لكن المهم نبتدي بقى صح من دلوقتي في الامور اللي هي بتحبها او بتميل اليها. طيب غالبا كذا وقت اللقاء انتهى. ماشي الحال، الله يعطيكم ألف عافية، وإن شاء الله السبت القادم حيكون عندنا لقاء جديد بموضوع شيق آخر. ألف شكر لك دكتور محمد، ويعطيكم ألف عافية جميعا الحضور. أتابعونا على حساباتنا، وممكن تدخلوا على الروابط الموجودة في الشات حتى توصلكم بسرعة روابط اللقاءات يوم السبت القادم بإذن الله. ويعطيكم العافية، نراكم إن شاء الله على خير. إن شاء الله.